بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. مستمعي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا ونحن نحتفل بذكرى مولد النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل يوم نكتشف جانبا من جوانب حياته المشرقة. تحدثنا عن مولده، وتحدثنا عن الكرامات التي رافقت هذا المولد، وتحدثنا عن طفولته ومراهقته، وأيضا عن شخصيته وملامح العظمة في هذه الشخصية. واليوم نتحدث عن كرامة من أعظم الكرامات التي خص بها الله عز وجل نبيه وصفيه محمد بن عبد الله، وهو مقام الشفاعة يوم القيامة. هذا أعظم مقام وأعظم منزلة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ سيدنا سليمان أعطاه الله ملكا عظيما، أعطاه تسخير الرياح وتسخير الجن، وأعطاه من الثروات والنعيم ما لا يعد ولا يحصى. أما سيدنا محمد فكان يعيش حياة بسيطة، حتى إن أثر الحصير دائما يظهر على كتفه، ينام على الحصير ولا يكاد يأكل إلا التمر والزبيب، فكان طعامه قليل صلى الله عليه وسلم، وحياته حياة الفقراء. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، ألا سألت ربك يعطيك ملكا عظيما كملك سليمان؟ فضحك النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. ربي عز وجل أعطاه واحد المرتبة أفضل من ملك سليمان. فقال: إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، منهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها. كل نبي من الأنبياء كان الله عز وجل واحد الكرامة، دعوة مستجابة اللي قالها تنفذ. بعضهم طلب الدنيا، الله بيكون عنده شي نعيم في هذه الدنيا تعجل، بحال سيدنا سليمان طلب الله تعالى يعطيه واحد الملك لا ينبغي لأحد من بعدي، ملك عظيم. أعطاه الله الملك، دوز به السنين ديالو، ولكن لما جاءه الموت انقضى ذلك الملك وذهبت بركة تلك الدعوة، فضاع أثرها. وبعض الأنبياء أعطاهم الله دعوة مستجابة، منهم في ساعة الغضب دعا بها بالهلاك على قومه، بحال سيدنا نوح عليه السلام لما عصوه قومه وآذوه إذاية شديدة، دعا عليهم بذلك الدعوة تعجل، فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم الطوفان ونزلات الأمطار الغزيرة والأمواج المتهاطلة من السماء والأرض، فغرق قوم نوح عليه السلام وذهبت الدعوة. هكذا كل نبي أعطاه الله دعوة مستجابة لا ترد، منهم من اتخذها دنيا فأعطيها،
ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء جبرائيل قال لي: يا محمد، إن شئت جعل الله لك جبال مكة وتهامة كلها ذهب وفضة تنفق كيف تشاء. قال لي: لا، أنا أريد أن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. قال لي: عندك دعوة مستجابة، اطلب اش بغيتي. قال لي: ديك الدعوة المستجابة أنا أريد أن أدخرها شفاعة لأمتي يوم القيامة. هالدعوة هذه ما بغاهاش هو الدنيا، بغي يخليها كوسيلة إنقاذ يوم القيامة. غادي يجيو أفراد الأمة، الكثير منهم عاشوا في هذه الدنيا في الغفلة وفي الضياع وفي الزيغان، وأن ذاك سوف يتعرضون للهلاك. فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أراد أن يدخر هذه الشفاعة يوم القيامة لأمته من أجل إنقاذهم من النار. ربنا عز وجل أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من الخاصيات، فهو من دون سائر خلقه خصه بأمور. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من أهم خصائص نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله تعالى خمسة من الخصائص متميزة عن باقي الأنبياء. الأولى أعطاه الله تعالى النصر بالرعب مسيرة شهر، اللي كانت الغزوات وكانت الفتوحات، كان المسلمين على قلة عددهم وقلة عدتهم، كانوا الخصوم ديالهم كيشعروا بالخوف وبالرعب من قوة ومن صلابة الجيش الإسلامي، وعارفين بأن النصر سيكون حليف المسلمين. هذه خاصية وكرامة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي. الأنبياء السابقين من اللي كيدخلوا في معارك مع باقي الأمم الغنائم كتبقى تما، لكن دين الإسلام جعل بأن الغنائم تعطى إلى بيت مال المسلمين من أجل أن نقيم بها مشاريع تنموية للبلاد الإسلامية، لأنها هي بلاد الفتح والبلاد اللي غتعم العالم بكامله. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جميع الأنبياء عندهم معابد، اليهود مثلا كيصليوا في المعابد اليهودية فقط، ولا يجوز الصلاة خارج المعبد اليهودي. والنصارى كيصليوا في الكنائس المسيحية، ولا يجوز لهم الصلاة خارج الكنائس المسيحية، وهكذا البوذيون والهندوس. كل أمة وكل دين له معبد خاص، مكان مقدس، إلا الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد اللي الصلاة في كل مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما مشيت تصلي، ولو في أرض الكفر ولو في أرض الشرك، لأن الأرض أرض الله بساط الرحمن. مسجدا وطهورا يعني كنطهر بالماء ديالها، فإن لم يكن الماء أتطهر بالتراب. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في مكان. والرابعة أعطيت الشفاعة، هذا مقام عظيم لم يعطاه أي نبي من الأنبياء. والمقام الخامس أو الخاصية الخامسة، كل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أي نبي يقول يا قوم، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، يعني الناس اللي في العصر ديالو كامل في الجزيرة العربية وفي بلاد فارس وبلاد الروم وجنوب إفريقيا، والناس اللي غيظهروا في الأجيال اللاحقة إلى قيام الساعة.
هذه هي الخاصيات اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، خص بها الله تعالى هذا النبي الأكرم. وحنا اليوم غنتكلموا على الخاصية ديال الشفاعة. الشفاعة هي واحد المقام شريف فيه إنقاذ للعصاة وللمخطئين. الله تعالى رغم خطائهم ورغم عصيانهم كدركهم الرحمة ديال الله عز وجل. لماذا هذه الشفاعة؟ هي لبيان وإظهار مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يوما يتكلم وبين المقام فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا يتفخر صلى الله عليه وسلم، دائما إلى جاب شي خاصية من الخاصيات ديالو كيقول في الأخير ولا فخر، يعني ليس كبرياء ولا خجلاء، وإنما هو بيان وإظهار مقامه صلى الله عليه وسلم حقيقة كما أراد الله عز وجل. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. يوم القيامة ملي غادي يكونوا الناس كلهم في القبور ديالهم وكل واحد فيهم كينتظر الساعة، الله عز وجل نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. احنا غنموتوا أجمعين، ولكن الموت أيها الأحباب ليست نهاية الحياة، بالعكس الموت هي واحد المحطة ديال الانتظار ديال التجمع. الأجيال اللي قبل منا كلهم ماتوا، والأجيال اللاحقة باقا ما تولداتش، والقانون ديال الكون أن الناس كيتولدوا وكيتموتوا والعمر ديالهم محدود. على رأس كل 100 سنة كيتغير كل شيء ونحن لا نستشعر. يوم القيامة يفنى كل شيء ثم يأمر الله تعالى بالقيام، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. يبعث يوم القيامة ويحمل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الناس يخرجون من قبورهم. الكفار والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية كانوا يقولوا: يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكفار والمشركين عبر التاريخ كانوا دائما يقولوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقولوا الكلام ديال الأنبياء وديال المرسلين هذا كلام ديال الأساطير وديال الخرافات، رمك إلا بعث ولا نشور، غير هاد الحياة احنا عايشين تكنموتوا ومن البعد كنتنساو كأننا لم نكن أصلا. هذا هو الفكر الإلحادي، يقول إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، شكي تولد وشكي يموت وكتنتهي القصة ديال الحياة. ولكن هذا التصور بئيس جدا. أما التصور الديني الصحيح اليقيني، احنا خالدون، خلقنا للخلود، ولكن ننتقل من عالم إلى عالم. فالناس من اللي كيموتوا كيدفنوا وكدوا السنوات طويلة، ثم الله عز وجل يأذن بالقيامة، كيتجمعوا الأولين والآخرين. الكفار والمشركين هنا كيحصلوا، كيعرفوا بين الطرح ديالهم اللي كانوا كيقولوا في الأول وكيدافعوا عليه. ربما كانت عندهم وسائل إعلام قوية وعندهم وسائل تواصل شديدة وكيقنعوا الناس بها. اليوم انتهى كل شيء، لأنه ملي كنمشيو للدار الآخرة كنمشيو حفاة عراة، ما كنديو معنا لا ثروات ولا أموال ولا آليات ولا سلطات ولا مقامات، فقط غير العقيدة والأعمال الصالحة ديال الإنسان. الكفار يكونوا في ندم شديد يعضون على أنامينهم من الغيظ: يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أما المؤمنون الصادقون اللي كانوا في الدنيا
يعيش في الصلاة والإيمان والطاعة والإخلاص والخضوع والاستسلام لأوامر الله. قال فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب، يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أنا ذاك الناس كيتجمعوا في الموقف الشديد يوم القيامة. ماشي هاد الأرض، هاد الكرة الأرضية راهي صغيرة جدا، راه بحال الحمصة، بل أكثر من ذلك، هي كذرة في فلات، بحال حبة ديال الرمال في صحراء لا تساوي شيء. البعث والنشور لا يكون فوق هذه الأرض، غادي يكون في واحد الأرض ثانية لم يعصى الله عليها قط، أرض طويلة ومديدة لا حدود لها، يتجمع الأولون والآخرون. أنذاك الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر، الشمس حنا بعيد علينا، ومع ذلك في 7 دقائق كتوصل عندنا الأشعة ديالها وكتحرقنا. يوم القيامة هاد الشمس غتكون قريبة الرؤوس ديالنا بمقدار شبر، وكيكون العرق الشديد، والناس كيشعروا بالعطش والازدحام، وعاد الناس كيتعرض الصحيفة ديالهم، وكل واحد كيعرف أجدار، كل واحد فينا عارف أجدار، لأن الله تعالى في الدنيا كان يسترنا بفضله ومنه، وتما كتبان كل حاجة بالواضح. الناس يتجمعون وكل واحد فيهم كيقلب شكون اللي ينقدو، واحد مجموعة ديال الناس اللي الله يغفر لنا ولهم كيتسموا المفلسين، ما عندهم والو، تبعتوا يوم القيامة هما مؤمنين لكن ما عندهم حسنات، حتى شي حسنة داروها قدروها، داروها في الرياء أو السمعة، وإما أنهم داروا ذنوب أخرى فأكلت حسناتهم. هؤلاء الناس يتجمعون في صعيد واحد ويقولون بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فكيتجمع بعضياتهم وكتبدا المداولات. أش خصنا نديرو باش نقتلو نفوسنا؟ بعضهم كيقول: هيا بنا نبحث عن من يشفع لنا، فيقول: يا ترى من يشفع لنا؟ يقول بعضهم: عليكم بأبيكم آدم، أبوكم آدم هو الأولى بالشفاعة. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيجدونه جالسا القرفصاء، وضع راسه بالكتاف، هو براسه خيف وحزين. يقول له: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت أبونا أجمعين، أنت خلقك الله تعالى بيده الكريمة ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك. يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا يا آدم، اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثله، ولن يغضب بعدها مثله. إن ربي قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. سيدنا آدم دار واحد الخطيئة كبرى ملي خلق الله عز وجل وعطاه الجنة ياكل ويشرب ويتمتع، وقال له ربي عز وجل: كل شيء ديالك، كل شيء مباح، ولكن إياك ثم إياك، هذيك الشجرة عندك تقع فيها. وسيدنا آدم ما مشى إلا 3 أيام، صبر 3 أيام، النهار الرابع مشى لها كلا من ديك الشجرة. وطبعا سيدنا آدم عليه السلام ملي كلا منها هو كان صادق في النية ديالو، ولكن إبليس بقى معاه، بقى وراح تكلا منها، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، حلف لهم بالله وقسم لهم بالله أنه ناصح، وأن الله تعالى ممنعهم إلا أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين. وسيدنا آدم بقى كيبكي، قال: يا ربي، ما كنت أظن أن أحدا يقسم باسمك الأعظم وهو كاذب. قال لي إبليس: يديرها، يقسم باسم الأعظم وهو كاذب. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، هو غرقهم ما نصحهمش إبليس. فقال لهم آدم: ما كنت لأشفع لكم، انظروا إلى غيري.
مشاو الناس بعضياتهم كيقلبوا، والشمس تدنو من الرقاب، والعطش الشديد والازدحام يوم البعث والنشور. الناس ليسوا بالملايين ولا بالملايير، الناس بالبلاير، يعني اعداد لا تعد ولا تحصى. قال لهم ادم شوفوا شي واحد غيري ينقذكم. قالوا راهو نوح، راهو نوح. الناس كيجريوا كيقلبوا على سيدنا نوح عليه السلام، فياتون الى نوح ويقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض، وسماك الله تعالى عبدا شكورا. يا نوح الا تشفع لنا عند ربك؟ الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ سيدنا نوح هذا الرسول وكيشعر بالعياء وكيقول لهم ما كنت لاشفع لكم، ان ربي قد غضب اليوم غضبه لم يغضب قبلها ولا بعدها، وقد اكرمني بدعوه في الدنيا فتعجلت ودعوت بها على قومي بالهلاك والطوفان. ثم يقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري. فيبقى الناس فيما بينهم يبحثون عمن يشفع لهم، فيذهبون بعيدا، فاذا بهم يرون سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام، فيقولون يا ابراهيم انت خليل الله وانت نبي الله وانت حبيب الله، الا ترى ما نحن فيه؟ الا تشفع لنا؟ فيقول سيدنا ابراهيم عليه السلام ما كنت لاشفع لكم، ان الله تعالى قد غضب اليوم غضبة لن يغضب بعدها ولا قبلها، واني قد كذبت 3 كذبات. وذكر الكذبات التي كذبها ابراهيم الخليل لما كان في المعبد وقام بالآلهة، قام بها هدمها جميعا، ثم بعد ذلك قال لهم بان هذه الآلهة من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فجاءوا به على اعين الناس اجمعين، ولما ارادوا ان يعاتبوه قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فسيدنا ابراهيم هنا قد كذب كذبة، ولكن كذبة مقصودة، الغاية منها هي انه يقنعهم، كما ان قومه كانوا اهل العراق يعبدون الكواكب يسمون بالصابئة. دخل معهم المعبد، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. سيدنا إبراهيم الخليل غيب له القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وملي غطلع الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قمعهم بالتدرج، هذه كذبات لكن هي غير مقصودة لذاتها، وإنما غاية تعليمية. المهم أن إبراهيم الخليل فقد مشروعية الشفاعة، فقال لهم اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. فالناس تجمعوا وذهبوا يبحثون عمن ينقذهم، فإذا بهم يرون سيدنا موسى عليه السلام، فيقولون يا موسى يا نبي الله يا كليم الله. قالوا لي أنت رسول الله اصطفاك برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها ولا بعدها، وإني ارتكبت ذنوبا، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. سيدنا موسى القصة ديالو معروفة، ملي واحد من القوم ديالو غادي يطلب منه المساعدة، سيدنا موسى غيدخل بدون تحقيق وغيضرب العدو ديال الرجل من قومه، فقتله، قتل نفسا بغير حق، وبالتالي قال نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. فيذهبون الى عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمة الله القاها الى مريم وروح منه. يا موسى يا عيسى أنت كلمت الناس في المهد
اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول عيسى عليه السلام: ما كنت لأشفع، إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها ولا بعدها. ثم بعيسى عليه السلام يذكرهم بأن الناس اتخذوه إلها من دون الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فقال: أنا اتخذ الناس إلها من دون الله، انظروا إلى غيري. فيذهب الناس يبحثون عمن يشفع لهم، يبحثون من هنا ومن هناك، فمن يجدون؟ لم يبق لهم إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله، وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، يا محمد، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي تحت العرش، فيقع ساجدا لربه عز وجل، ثم يفتح الله عز وجل عليه ويلهمه من محامده وحسن الثناء عليه، يقول: يا الله، يا رحيم، يا ودود، يا كريم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. فيقول الله عز وجل: يا محمد، يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، أمتي يا غفور، أمتي، أمتي يا غفور، اللهم إني اليوم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي، وإنما أسألك أمتي، أمتي يا غفور، أمتي، أمتي يا غفور. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش. فيقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الله عز وجل: يا محمد، ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصارع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة ومصرى. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والبخاري وبقية العلماء كالإمام أحمد، حديث صحيح فيه يسمى حديث الشفاعة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أعداد كبيرة 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 من الناس لا عد لها ولا حصر، فقط بفضل الشفاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن: من هم هؤلاء الناس الذين يحوزون فضل الشفاعة؟ من هم الذين يستفيدون من مقام الشفاعة؟ قبل أن نجيبكم أيها الأحباب، هيا بنا جميعا نصلي ونسلم على هذا النبي، هيا بنا جميعا نطهر أنفسنا ونزكي ألسنتنا بالصلاة على هذا النبي المختار. صلوا معي على رسول الله. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. مستمعي الأفاضل، ما زلنا مع الشفاعة، الكرامة الكبرى الذي يعطيها الله جل جلاله لصفيه وخليله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم الزحام. ترى من الذين يستفيدون من هذه الشفاعة؟ الجواب باختصار: أول من يستفيد
من هذه الشفاعة هم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. فالذي يكثر من كلمة لا إله إلا الله يستفيد من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلنكثر جميعا من كلمة لا إله إلا الله في كل وقت وحين، نقولها في الصباح وفي المساء وبين الظهرين وفي كل وقت وحين. هذه تسمى الكلمة الطيبة، هذه التي تركز عقيدة التوحيد في القلوب والنفوس. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله هم أول المستفيدين من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا مقتضى قول لا إله إلا الله أنه لا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع إلا من الله وحده لا شريك له. المؤمن يعتقد بأن الله تعالى وحده هو العاطي، هو المانع، هو الضار، هو النافع، وغيره مجرد أشكال وألوان. فالفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. النوع الثاني اللي يستحق الشفاعة يوم القيامة شكون هما؟ الذين هم أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، وأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة في الدنيا. فلنكثر جميعا من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، خصوصا 10 مرات في الصباح، 10 مرات في المساء. بل المؤمن إذا ذاق حلاوة الصلاة على النبي يداوم عليها في كل وقت وحين. هذه الشفاعة ربنا عز وجل بعد أن يعطيها لنبيه وصفيه محمد بن عبد الله، الله عز وجل الكريم الجواد يعطيها إلى باقي الخلق. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ربي عز وجل يعطي الإذن لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. شكون هاد الناس اللي ربي عز وجل يشرفهم ويقدرهم ويعطيهم الشفاعة يوم القيامة بعد النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أول من يعطى الشفاعة هو القرآن العظيم، كتاب الله جل جلاله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فعلى كل مؤمن من دابا يستعد أنه لا يهجر كلام الله، أنه يبقى في صلة وطيدة مع القرآن الكريم، يقرأه حزبا في الصباح وحزبا في المساء. القرآن الكريم للأسف أصبح يزين خزائن بيوتنا، كنوضعوا في واحد المكان جميل كديكور وقليل فاش كنقراوه، وهو حجة علينا لا لنا. فعلينا إن شاء الله تعالى من الآن أن نجدد إيماننا، نأخذ المصحف ونقراو فيه، نقراو حزب في الصباح وحزب في المساء بنية أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. شكون الشفيع أيضا يوم القيامة؟ الأنبياء، باقي الأنبياء ربي عز وجل يعطيهم المقام للشفاعة. أنذاك يأذن لآدم ولنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى ولباقي الأنبياء للشفاعة. كل نبي يشفع في القوم دياله ويشفع حتى في المؤمنين من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بالصيام لكي يشفع،
الصيام احنا كنا كاملين كنصوموا في رمضان، وكيجينا شاق جدا والحرارة مفرطة والناس مقلقين كيقولوا لاش هاد الصيام اصلا، في اسرار كثيرة في الدنيا ولكن في الاخرة غادي يكون شفيعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. الصيام ديالنا غادي يتبعث يوم القيامة بحال شي مخلوق ويدافع علينا كاملين. فطوبى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وطوبى لمن صام النوافل كالخميس والاثنين والأيام البيض وعرفات وعاشوراء وغيرها من الأيام الفضائل. ثم بعد ذلك يشفع كما قلنا الأنبياء، ثم يأتي الشهداء. الشهداء بعد الأنبياء كيتجمع كلهم اللي ماتوا في سبيل الله من أجل نصرة دين الله، يبعثون يعطيهم الله الكرامة، يقول لهم كل شهيد له أن يشفع في 70 من أهل بيته، كل شهيد كيشفع في 70 من أهل بيته. بعد ذلك كيجيو الحافظة ديال القرآن، الحافظة ديال القرآن كيقول لهم الله تعالى: كل حافظ يشفع في 10 من أهل بيته استوجبوا النار. 10 استوجبوا النار، يشفع لهم واحد حافظ القرآن الكريم. لهذا كنا نلاحظ في البلاد الإسلامية كل أسرة كيقوم رب الأسرة كياخذ واحد الوليد نبيه وكيعلم القرآن وكينفق عليه، ما باغيش منه أنه يكون تاري وهو يتهلا في العائلة، كيقول أنت غير حفظ القرآن الكريم وحنا نفقوا عليك. طبعا باقي الأولاد باقي يكون واحد مهندس واحد طبيب، استثمار عن بعد في الدنيا. لكن هاد الطفل اللي غنحفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب غادي يكون استثمار عن بعد في الدار الآخرة، غادي يكون شفيع لعشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. بعد ذلك يأذن الله عز وجل للعلماء ليشفعوا، فيقوم العلماء ويقول: يا ربنا، فلان وفلان وفلانة كانوا في مجالسنا، كنا نجلس في حلق الذكر ونتعلم دينك، اللهم فشفعنا فيهم. فيشفع العلماء والأئمة يشفعون، الأئمة يقول: يا ربنا فلان كان يصلي خلفي، والعلماء يقول: يا ربنا فلان كان يجالسنا في حلق الذكر وحلق العلم، فيشفع العلماء. وقد جاء في الحديث: يشفع يوم القيامة 3، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. بعد ذلك يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كيجي واحد المؤمن صادق كان من أهل الخير فيشفع لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع للجماعة من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. رجل مؤمن كان صادق، كان كيأدي الصدقة، وكان قلبه فيه الرحمة، وكان كيتعامل مع الناس معاملة طيبة. ربي عز وجل كيفاجئه يوم القيامة وكيعطيه امتياز عظيم، كيعطيه مقام الشفاعة، حتى هو غادي يشفع بحال الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء والخواص. هذا الرجل اش كان كيدير في الدنيا؟ مؤمن او امرأة مؤمنة كانت صادقة وطيبة ومباركة. بعد ذلك يشفع المصلين للميت، المصلين اللي صلى على واحد الميت يوم اللي في الجنازة ديالو كيقول: يا ربي احنا صلينا عليه في الدنيا، يا ربي شفعنا فيه في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فنحرص أن الميت ديالنا نبغى يدفن يجمعوا المسلمين ويصلوا عليه، هو غي يأخذ الأجر ديال الشفاعة، وهما غادي يأخذوا الأجر ديال صلاة الجنازة اللي هو مقدار أحد
من الحسنات، ثم بعد ذلك يشفع الأبناء لآبائهم، ويشفع الآباء لأبنائهم، ويشفع بعضهم لبعض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابنه، مات له ولد صغير وكان حزين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال الصحابة: أله خاصة؟ قال: لا، بل لكلكم أجمعين. اللي فقد وليد صغير في المهد، ربي عز وجل كيعطيه شفيع يوم القيامة. ثم تأتي الصدقات فتشفع، ويأتي كظم الغيظ فيشفع، وتأتي صلة الرحم فتشفع، وتأتي أعمال كثيرة من الخيرات تشفع لصاحبها. بعد ذلك يأذن الله تعالى لمن؟ يأذن للملائكة لكي تشفع. الملائكة اللي كانت حاضرة معنا في كل وقت وحين: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ديما كنا كنسلموا عليهم في الصلاة، ملي كنسالي الصلاة: تحية لله الزكية لله الطيبة الصلوات لله، ملي كنسالي كنقول: السلام عليكم السلام عليكم، كنسلم عليهم عن اليمين وعن الشمال. هاد الملائكة ما كينسونيش حتى هما يشفعون لي يوم القيامة. بعد ذلك يقول الله عز وجل: من بقي؟ شكون اللي باقي ما شفعش؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، شفع الأنبياء، وشفع المرسلون، وشفع العلماء، وشفع الشهداء، وشفع القرآن، وشفع الصيام، وشفع الدعاء، وشفع الصدقات، وشفع الآباء لأبنائهم، وشفع المؤمنون بعضهم لبعض، وشفعت الملائكة. يقول لهم الله عز وجل: شكون اللي باقي؟ تقول الملائكة: يا ربنا، لم يبق إلا أرحم الراحمين، لم يبق إلا أرحم الراحمين. فيتجلى الله عز وجل برحمته، فيقبض قبضة من النار، يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. لا إله إلا الله، رب العالمين يتجلى برحمته فيقبض قبضة من النار، يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أبواب الجنة، ويقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة في رحمة الله وجود الله وكرم الله. آنذاك تبدأ السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله عز وجل بأن تفتح الجنة، فيطرق الباب. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد بن عبد الله. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسبقه بلال الحبشي، هو الذي يسبق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باب الجنة. ولماذا سبق بلال؟ قال العلماء: يسبقه كما يسبق الحاجب الملكة، كأنه حاجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل النبي ويتبعه الناس أفواجا وأفواجا في الخلود الأبدي، يدخلون إلى الجنة وهم يسبحون ويكبرون ويهللون لله رب العالمين. فأسعد الناس بشفاعة رسول الله هم أكثرهم عليه صلاة في الدنيا، وأكثرهم ترديدا لكلمة لا إله إلا الله، وأكثرهم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا أيها الناس، أبشروا جميعا بأن الحياة الدنيا طيبة، ولكن ما ينتظرنا في الدار الآخرة أطيب وأسعد وأكرم. فلماذا القلق؟ لماذا الهم والغم؟ لماذا التفكير في المستقبل؟ أنت أيها المؤمن ينبغي أن تكون أسعد خلق الله، ينبغي أن تكون دوما متفائلا، لا للتشاؤم، لا للقلق، لا للحزن، لا للهم والغم، فقط
الفرح والسرور والابتهاج. والطريق الأول مفتاح هذا الفرح يبدأ بالإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحضر في قلبك معاني المحبة ومعاني السكينة والطمأنينة. هيا بنا جميعا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ما زلنا معكم مستمعي الأفاضل في هذا البرنامج المباشر الذي هو منكم وإليكم، ونفتح خطوطنا للتواصل معكم. نضع رهن إشارتكم ثلاث خطوط هاتفية: 05-22-46-72-50 أو 51-52. ونحن ما زلنا نحتفي بصاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن صفحات مشرقة من حياته ومقامه عند الله عز وجل. معنا مكالمة من مراكش مع أخينا سحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الفاضل دكتور كريبان؟ أعزك الله سيدي أحمد، مرحبا بك. أنا أحبك في الله. أحبكم الله ورفع الله مقامكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مقعد صدق عنده، إنه هو الملك المقتدر. يا رب يا كريم. لا إله إلا الله. أكرمكم الله سيدي أحمد، شكر الله لكم على هذه المشاعر الطيبة. بارك الله فيك، أنت طيب، دائما أقول عليك أنت طيب وكلامك طيب. الله يرفع المقام لك سيدي. سبحان الله العظيم، أنا أعجبني حديثك عن حديثك أو حديثك عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. لا إله إلا الله. وأحببت أن تكون مداخلتي حول محبته صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكما تعلم أخي الفاضل أن من المواعظ والمحاضرات والمداخلات وغير ذلك ما يحتاج قائلوها إلى انتقاء في الألفاظ وصياغة في العبارات وبحث في المعاجم حتى يسد به خللا في المعاني وقصورا في الغايات وما يصاحب ذلك من المطالب التي تقصدها تلك المقامات. إلا أن الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الحديث الذي تزهو به العبارات وتجمل به الصياغة، فإن كان قد ثبت أن النياق وهن نياق تسابقن إلى يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم أيهن يبدأ بها لتنحر، فإن الكلمات تتسابق إلى أفواه قائليها إذا كان الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم كذلك أن علماءنا الكرام يقسمون المحبة دوما إلى ثلاثة أقسام: فهناك محبة يعتريها الإجلال كمحبة الولد لوالده، وهناك محبة يعتريها الإشفاق كمحبة الوالد لولده، وهناك محبة تعتريها المشاكلة والاستحسان كمحبة الناس بعضهم البعض ممن يكمل في عينيك ويرفع مقامه عندك. إلا أن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي محبة شرعية أوجبها الله تعالى علينا له صلوات ربي وسلامه عليه، دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها أخباره وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فمحبته عليه الصلاة والسلام هي حق من حقوقه على أمته، دل عليها العقل والنقل وجاءت بها الأخبار والآثار وتلبس بها السابقون الأولون من المؤمنين الأخيار فقاموا بها حق قيام وأدوها على نحو أتم ووجه أكمل. وقد يتبين لكل أحد من الناس مما نص عليه العلماء كالقرطبي وغيره
أنه ما من أحد يؤمن بالله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في قلبه محبة راجحة لهذا النبي العظيم، إلا أن الناس يتفاوتون في هذه المحبة ويختلفون فيما بينهم في تحقيقها، فمنهم من ينال منها النصيب الأوفى، ومنهم والعياذ بالله من يرضى بالحظ الأدنى. فكلما طغت الغفلة والشهوات والمنكرات والضلالات، نأى الإنسان بمحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكلما عظم ذكر الله والاتباع والطاعة علت تلك المحبة في النفوس وسمت في الأفئدة وارتقت في القلوب، مما يقرب بعد ذلك إلى ربنا علام الغيوب جل جلاله وعظمت آلاؤه. سبحانه. أخي الكريم، كما تعلم ويعلم المسلمون جميعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق ليكون شاهدا على نبوته، وأشار إلى الغمام فتفرق بأمر الله إكراما لإشارته، وصعد أحدا فارتجف فرحا به وبأصحابه، وترك الجذع حينا فحن الجذع إليه وإلى كلمات وعظاته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا حال غيرنا معه، فما الذي ينبغي على المؤمنين به من أمته صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك ولا ريب أن المؤمنين به عليه الصلاة والسلام أولى بمحبته وأجدر بطاعته وأحق باتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. فما أكرمه من حبيب مجتبى وعبد مصطفى ورسول مرتضى، من الله تبارك وتعالى عليه فجعله إلينا من الخلق أحب حبيب وأقرب قريب. بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للخلائق، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهدى به لأمثل الطرائق، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان المسلم ذا إنصاف، فإن أول ما ينبغي عليه أن يتأسى بالأخيار، ولا جيل أمثل ولا رعيل أكمل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. لماذا؟ لأنهم ضربوا المثل العليا في محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. محبتهم له حال حياته، ومحبتهم له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وإذا أذنت لأخي الكريم، سأضرب مثالا أو مثالين في محبة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن لأحد أن يستشهد بأحد قبل سيد المسلمين أبي بكر رضي الله عنه. تأتي حادثة الهجرة وينال أبو بكر شرف الصحبة، فيرى منه النبي عجبا، تارة يتقدم وتارة يتأخر، وتارة يكون عن اليمين وأخرى عن الشمال، فيقول له النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ فيقول: يا نبي الله، أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأخاف عليك الطلب فأمشي خلفك، وأتوجس من الكمين الذي هو الفخ فأكون تارة عن يمينك وتارة عن شمالك. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليضرب أهلها مثلا أعلى آخر في محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيخرجون زرافات ووحدانا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، يكبرون ويقول بعضهم لبعض: الله أكبر، جاء محمد، جاء محمد. وترتقي على أسطح المنازل
بنات وولائد من بني النجار يضربن على الدف ويقولن يا حبذا محمد من جاري، نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فورد أنه صلى الله عليه وسلم التفت إليهن وقال أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال وأنا كذلك أحبكن. فانظروا معاشر الفضلاء كيف نال هؤلاء القوم محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بمحبتهم له صلوات الله وسلامه عليه. ولما توفي صلى الله عليه وسلم تذكر من كان حيا بعده أيامه صلوات ربي وسلامه عليه. فإن قدر لبلال أن يأتي من بلاد الشام إلى المدينة المنورة، فإذا قدر له أن يرفع الأذان ومر على قوله أشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء، لأن أذان بلال ذكرهم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علمت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم محبة الصحابة لنبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم، قالت لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فسكت رضي الله عنه وأرضاه رعاية لحالها، ولسان حاله يقول والله ما طابت نفوسنا بذلك، ولكن قهرناها على ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الختام أخي الكريم أذكر أحبتي في الله بالحدث العظيم الذي هز العالم وأيقظ التاريخ وأذهل الزمان، ألا وهو ذلك الحدث العظيم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فبكى صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى لغة الدموع، بكى صلى الله عليه وسلم وقال وددت لو رأيت إخواني، وددت لو رأيت إخواني. فسأله الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي إخواني، قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وفي رواية إخواني قوم يكونون بعدي آمنوا بي ولم يروني. فاللهم اجعلنا منهم يا رب. بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام يا. إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاتي ويا تهتقات أفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة، فعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة الصلاة، ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك حقوق الواجبات. من أبو بكر قبل الوحي من عمر، ومن علي ومن عثمان ذو الرحم، من خالد من صلاح الدين قبلك من، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم، وليلك تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية السقم. يا ليتني كنت فرضا من صحابته قادما عنده من أصغر الخدم. شكر الله لك سيدي أحمد على هذه الكلمات الطيبة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، شكرا لكم. جزاكم الله خيرا، دائما أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج النافع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناتكم وحسناتنا جميعا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكرا لك سيد أحمد، تقبل الله منا ومنكم، ومعنا مكالمات كثيرة في الانتظار. نتحول من مراكش إلى الدار البيضاء مع الأخت سعاد. ألو السلام عليكم للا سعاد. ألو السلام عليكم للا سعاد، مرحبا بك، سمحيني نتعطلنا عليك.
في مشكل. شكرا دكتور. إيه لكن ممكن تنقص شوية من الراديو؟ واخا نقص الراديو. نعم لالا سعاد مرحبا. دكتور بغيت نقول لك واحد المشكلة الله يخليك. إيه لالا مرحبا. نعم. أنا وزوج خواتاتي حنا يتامى والدينا ميتين ومات خويا تا هو اللي كان معانا ما شاء الله. وعندي اختي مطلقة عندها وليد. حنا بقينا ثلاثة في الدار وخوتي اخرين عايشين في ديارهم برا. نعم. المشكلة ان واحد اخ ديالي كان عايش برا ساكن بوحدو كاري الوقت اللي مات خوه المشكلة في الدار إما بغى يرجع للدار وخوته ما وافقوش على هادشي اللي نكون مع الدريات ونبقى معاهم ولكن هو عندو مرتو وجوج بنيات وبان المشاكل وداكشي والدراري ما بغاوش قال لي زعما انا بغيتي ترجع فحنا نرجعو كلنا والدار ما تقدهمش فيها غير جوج بيات الفوق وجوج من تحت. يو خويا دا صداع بزاف مع الدراري. المهم دابا قال لهم احسن تبيعو الدار يبا بغيتونيش ندخل ليها تبيعوها ولكن حنا الدريات ثلاثة ما خدامين ما والو ما شاء الله. خلونا والدينا الله يرحمهم وخويا اللي كان كفل بينا هو اللي مات الله يرحمه ويسالي يا ربي يا كريم. مات في شهر ثلاثة الله يرحمه الله يرحمه في شهر ثلاثة 2014 العام مات ليت الله يرحمه الله يرحمه يا رب امين. وهادشي دابا حنا ما عرفناش اش غنديرو كيفاش غيكون مصيرنا. حنا ما عندنا لا خدمة لا والو وحنا الحمد لله حنا تنعرفو الله تنصلي وتنصومو حتى حاجة ما تتفوتنا الحمد لله ولكن حنا تنديرو الخير في الناس بزاف ولكن حتى واحد ما تيدير فينا الخير. لا اله الا ربي يفتح لك ويرجع علينا. لا اله الا ربي امين امين. هادشي اللي بغيتو دكتور دعي معانا باش ربي يسهل. يا اختي سعاد ما شاء الله ما شاء الله. حنا عشنا طول عمرنا مستورين مع والدينا ومع خونا الله يرحمه كان زعما خدام ومجوش. خويا ضحى بنفسه بكل شيء ليه على قبلنا حنايا وعاش معانا بلا زواج بلا والو مسكين ما شاء الله تجاه الاجل. ضحى بكل شيء كان موظف وخدام مزيان زعما ما شاء الله صعب ربي خادو هو اللي بغاه. لا اله الا الله الا لله وانا اليه راجعون. وهذا الاخ الاخر الصغير واش ما عندوش الحاله لخواتاته؟ شي صغير كبر من كبر من هذا اللي مات هو راه كبير ولكن ربما الحاله عنده ضعيف. عنده تيخدم غير سكيورتي. ما شاء الله. والمشكل مع ما عرفت كيفاش ولا تيقول لك ماشي شغلي واخا يخرجوا برا واخا يلحهم برا ماشي مشكل ماشي فوق هو هادشي اللي قال لي خو اشتغلت لاش خواتاتك برا باش تدخل الدار قال لك هو ماشي شغله. المهم ما شاء الله دابا دكتور بغيتك غير تدعي معانا الله يخليك. يا ربي يا كريم اختي سعاد الله يرحملك الوالدين. يا ربي يا كريم يا لالا سعاد يا ربي يا كريم معانا. اول حاجه نعم دكتور انا عام وزياده وانا ما شدش ليا التليفون. لا اله الا الله ديما ديما ملي تتبدا الحلقه وانا تنشد في النمره وما تتشدش ليا. ما شاء الله سمحي لي لالا سعاد. لا اله الا الله كاين حتى مشكل. دابا انا اليوم نهار كبير اللي دوزت معاك. المهم دعي معانا دكتور. يا ربي يا كريم اطلب الله تعالى اول حاجه لوالدين الله يرحمهم الله يوسع عليهم الرحمات الله يرحم القبر وما خلى هما مساكن في الحياة ديالهم كانوا كيبني وكيشيدوا عندهم مولدات بغا يدير لهم المستقبل عارفين هما غادي يتوفاو وغادي يخلوا وراهم مولدات بغا يخليهم قبر الحياة. فالله يرحم الوالدين الله يوسع عليهم الرحمات الله يوسع المدخل ديالهم ويجعلهم في جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وداك الأخ اللي كان كيدير الخير ومات راه يلقى الخير كله اللي سبقه غادي يلقاه أمامه هنيئا له. الله يجعله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الفردوس الأعلى. يا ربي يا كريم، هذا الأخ الآخر اللي هو عنده التفكير أنه إما يدخل معكم إما تخرجوا إما تبيعوا، فلا بد خاصة ديال واحد الجلسة ديال التوافقات. المشكل ديالكم أختي سعاد يتكرر عند الكثير من العائلات، كنلقاو دائما الوالدين ملي كيموتوا كيبقاو خوت الفتيات غير متزوجات فين غادي يمشيو؟ ما عندهم لا صنعاء ولا خدمة ولا أي معيل إلا الدار ديال باهم. المفروض أنهم يبقاو في الدار ديال باهم، البنت ما تخرج من دار باها حتى تزوج. مازال الراجل إلا كان عنده الإمكانيات والقدرات ممكن يقلب على رزقه على برا، ولكن البنت من في الإسلام وفي الأعراف المغربية ما تخرج من دار باها حتى تخرج متزوجة. مطلوب أن الأخ ديالكم هذا الله يهديه وربيه ردا جميلة، خاصة لابد يعرف الحقيقة بأن البنت إذا خرجت كتعرض للإذاية. البنت عندها واحد السمعة وعندها واحد المقام وعندها واحد المكان، فإذا خرجت وما لقاش المأوى ممكن تعرض للأذى. كاين ربما واحد التوافقات ممكن نديروها، عندنا الفوق وعندنا التحت، إلا قدرنا نتفقوا بعضياتنا أن البنات يجلسوا في الفوق وهو التحت ربما ياخذ واحد النصيب ديالو بلا ما نفكروا في باش نبيعوا الدار، حتى إلا بعناها صعيب باش كل واحد فينا يلقى شقة هو ما خدامش أصلا. نطلب الله تعالى العلي العظيم أنه يجمع الشمل ديالكم ويبت الحنان في قلوب الإخوة والأخوات. فاللهم يا رب يا كريم هذه العائلة الطيبة، اللهم يا رحمن يا رحيم اجمع شملها، اللهم اجمع شملها، اللهم ارزقهم المودة والتراحم، اللهم ألهمهم حلا فيه مصلحة الجميع. اللهم يا رب يا كريم هؤلاء البنات استرهن يا كريم، اللهم ارزقهن أزواجا صالحين طيبين في القريب العاجل، واغنهم يا مولانا بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله يفرج عليكم لنا سعاد، وإن شاء الله تعالى الأيام القليلة المقبلة الله تعالى سوف يلهمكم الصواب والرشاد، والله تعالى سوف يقذف في قلب أخيكم المودة والرحمة، وإن شاء الله تعالى أرضت الوالدين أتكون معكم حتى كل واحد فيكم يستقر في المقام دياله، وما ذلك على الله بعزيز. نتحول من دار البيضاء إلى أسفي مع الأخت بشرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا للا بشرى. بارك الله فيك أستاذ، أنا سعيدة جدا من تقبلت لي الخطوة، حق الله العظيم ما شاء الله. مرحبا أختي. بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ. أستاذ. لا مرحبا. نعم، دابا أنا أستاذ عندي واحد المشكل كبير ما شاء الله، مشكل كبير لدرجة أنني كنريح في داري وكنبقى نبكي بوحدي وكنخدم القرآن من الصباح حتى الليل وكنبكي وكنسد عليا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، شنو هذا المشكل الكبير؟ شنو دابا أنايا كانت عندي مع 16 عام جاي واحد سيد زوجت به. المشكلة داك السيد مسكين الله عمرها دابا ما دار ليا حتى شي حاجة، هو ولد خالتي. الوالد لحقاش دابا حنايا عندنا محل كنخدموا فيه مجموعين. مزيان. ياك، انا واصلا كاين راجل اختي تا هو خدام معانا، وهذا السيد هذا مع احنا دابا جبنا مجوجين جوج دراري خوت، خدمنا تما كاين كبرنا، الوالد قال لي تزوجي بيه باش نبقاو مجموعين تما. جوج خواتات مزوجين مع جوج خوت. مع جوج دراري خوت. مزيان الحمد لله. مزيان. لدرجة بخير وعلى خير ولك الحمد لله. ثلاثة الوليدات، أنا بنت 88 دابا ولدت ثلاثة الوليدات. تبارك الله تبارك الله. البنية الكبيرة عندها 8 سنين، والوليد عنده 6 سنين، والوليد الصغير عنده 4 سنين. تبارك الله، الله يبارك. الحمد لله خدامين هكا، خدامين هكا بخير وعلى خير. الوالد مسكين الله يجازيه بخير معاون معنا، ولكن هاد الأيام هذه ولو كيجو الحراسة والعائلة كتخربق، لدرجة أنني مبقيتش أنا خدامة، صافي الوالد مسكين صافي بحال كحال من بيتي مبقاش كيشوف فيا. أنا أش قالوا لي عليك؟ بشرى، بشرى انقطع الخط للأسف الشديد. انا بغيت نقول لبشرى بانها قالت لنا في الاول عندي مشكل كبير وكبير بزاف وساد عليا في الدار.
كنقول الأخت بشرى ربما يتهيأ لنا أول مرة بأن المشكل كبير، وهذه تهيؤات كتوقع لنا جميعا ملي كنتصابوا بشي مشكل معين، يخيل إلينا بأن هذا المشكل عويص ولا حل له، وفي الحقيقة هذا غير مجرد أوهام. حتى مشكل ما هو كبير قد يبدو في الأول كبير، لكنه يسير نحو التقلص وغادي صغار بأمر الله تعالى. ما ذكرته لنا أخت بشرى الحمد لله يظهر بأن حياتك سعيدة ومستقرة، أنت باقي شابة صغيرة وعندك ثلاثة وليدات ما شاء الله، الله يبارك فيهم، والعائلة مجموعة. لكن المشكل اللي كان غير بسيط جدا وهو القيل والقال، حسب ما فهمت كاين القيل والقال بينكم وبين العائلة، وهذا مشكل ما يخليكش أنك تفزعي، لأن اللسان ما في أعظم، اللسان قد يدخل صاحبه الجنة وقد يرميه في النار. فهاد الناس اللي قالوا في كلام صحيح ربي يغفر لنا ولهم، ولكن اللي قالوا في كلام سيء راهم كينقصوا عليك الذنوب. انت يكون عندك ثقة في النفس، انت ثقة بنفسك وانت غادي في الطريق ديالك، ما خصكش انك تمتني عن العمل، لا واصل العمل. احسن طريقة باش تردي على الاخرين اللي كيقولوا فيك القيل والقال، احسن طريقة وامثل طريقة انني اواصل العمل. اما اذا امتنعت عاد ديك الساعة غنثبت الحجة عليا. كنطلب منك اختي بشرى انك غدا في الصباح غتمشي للخدمة ديالك كالعادة، غتواصلي العمل وغتدافعي على نفسك غير بالكلمة الطيبة. اذا ما اقتنعوش ممكن تدافعين على نفسك بالصمت. الصمت احيانا كيكون طريقة بليغة في الدفاع عن النفس. لماذا؟ لان الله تعالى يدافع عن الذين امنوا. ذاك المظلوم وذاك المكسور الجناح وذاك اللي ما عنده جهد وبغي يتكلم ما عرفش كيفاش يتكلم ويقنع الاخرين، غنقول لي غير اصمت وخليك هادئ، ما تنفعلش، ما تحاولش انك تخرج كلمة العيب من اللسان ديالك، خليك هادئ والله تعالى جل جلاله سوف يدافع عنك من فوق سبع سماوات، وهذا عهد على الله قاله في كتابه العزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنسأل الله تعالى أختي بشرى أن يجمع شملك ويظهر براءتك ويرفع مقامك ويرزقك القبول حتى تعود المياه إلى مجاريها في القريب العاجل. نتحول من أسف إلى مراكش مع أخينا يونس. السلام عليكم خويا كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك. أكرمك الله سي يونس. منور أخويا الله يحفظك لينا. الله ينور الحياة ديالك أخويا. راه أسمي نقول لك زعما الله يحفظكم لينا وصافي. أعزك الله خويا يونس. أي كلمة قلتها في حقك غادي تكون قليلة. لا إله إلا الله، الله يرفع المقام ديالك. الله زعما أنتم كاملين الراديو كاملة. الحمد لله شكرا لله. وبالخصوص انت والضريبي. اكرمك الله خويا، اكرمكم الله. الله يحفظك. بعدا المهم عيدك مبارك سعيد، عواشركم مبروكة. الله يبارك فيكم. وشكرا بزاف على الحلقات اللي كتقدم لينا، راه زوينين بزاف. الحمد لله. اش بنقول لك اخويا، انا المشكل اللي عندي. نعم. انا مكفوف. ايه. عندي 22 سنة. الله اكبر. واش بنقول لك، ما قريت ما درت والو، تنحس براسي ضايع. لا اله الا الله. حق الله تنحس براسي يعني ما عنديش هدف في هاد الحياه. لا اله الا الله. يعني ما قريت، احنا غير جينا في واحد البلاصه عباديه، ما كاينش يعني ما كاينش شي حاجه، ما كاينش اللي يعاونك، وغير يعني اش بنقول لك ما شاء الله. يعني تخيل معايا وحق الله، وزعما يربيكم باش تن بكم يعني الحمد لله، باش واخا يعني كون ما كنتوش نتوما ما عرفناش يعني كيفاش كنا غنكونوا. ربما كتوالسوا على شي انما. اي خويا كنتوالسوا، ومن خلال يعني كنشوفوا الحياه منكم نتوما، راه نتوما من كنشوفوا واحد الشيء ديال الضوء. لا اله الا الله، الله يرفع المقام ديالك خويا يونس. وحق الله زعما اش بنقول لك، زعما نتوما خليتونا، اش بنقول لك زعما نتوما هما نتوما هما اللي ربي سبحانه وتعالى يفرج. لا اله الا الله. بغيتك دي معايا اخويا كريبان. ولكن هكا يعني شي حد مثلا كيسمعني وتعرف مثلا شي مدرسه عتيقه، شي مدرسه عتيقه تقرا القران. نعم. يرشدني ليها. يا سي يونس، انت الحمد لله كتواجد في مراكش،
ومراكش الحمد لله هي بلاد القرآن، أكبر المدارس العتيقة ودور القرآن في المملكة الشريفة كنا في مراكش الحمد لله. خويا قريبا. نعم سيدي. احنا بعدين على مراكش تقريبا 50 كيلومتر. ما شاء الله ما شاء الله. باش بعدين عليه ومشيت يعني لواحد المدرسة، هي ماشي مدرسة عتيقة، هي مدرسة خاصة بالناس مكفوفين. إيه. ولكن قال لك خصك تكون يعني حدانا، قال لك ما بقاش عندك الحق في الداخلي. هذا مشكل ديال الداخلي، مشكل كبير ما شاء الله. مشكل ديال الداخلي كيكون الاطفال الصغار اللي باقي مازال دون ال 20 هما اللي كيتقبلوا. ما شاء الله ما شاء يعني الله. واش نقول لك؟ لا اله الا الله. وبدا بتهضر معاك واحد السيده انيسه. واخا سي يونس مرحبا. تفضل انيسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته للا. شكرا يبان لاباس عليك. اكرمك الله للا. والله العظيم لا شرف كبير باش هضرنا معك اليوم. راه لحقتش السي يونس هو السبب باش هضرت معكم، راه زعما عييت ما اتصلت انا ما مش بليش خلطو. اسمحي لي للا الله يرفع المقام ديالك، اسمحي لي بزاف للا. نعم الله يبارك فيك. وحتى حنا راه انا انسانه مكفوفه بحال يونس، راه باين المهم. الله اكبر المهم راه حنا مشكل بحال بحال زعما. الله يجازيكم بخير على هذه البرامج وكنشكركم بزاف. انيسه سمحي لي اختي، شحال العمر ديالك؟ انا 34 عام. واش درتي في الحياه؟ قريتي في المدرسه؟ انا في الحقيقه انا ما نقول لك انا ما قريتش، ولكن درت شويه المحاربه الاميه، كنعتمد غير على الانصات ماشي زعما الكتابه. ما شاء الله. وكيفاش تعرضتي ولاتي مكفوفه؟ واش من الصغار ولا شي مرض؟ لا غير انا كانت تصابني المرض قبل ملي كانت عندي عامين ونص على ما كيعاودوا لي الوالد. الله اكبر لا اله الا الله. ومن تما ما دخلتيش المدرسه؟ ما لم شنو قلت لك؟ ما سمعتك شي واحد. من تما ما دخلتيش للمدرسه؟ لا ما دخلتش للمدرسه في الحقيقه، ما كانش حكيتش انا ما بعيده، حتى انا من مدينه الحسيمه، انا بعيده من. ما شاء الله ما شاء الله. وتعلمتي شي حرفه؟ تعلمتي شي عمل معين؟ لا سيدي ما تعلمنا لا عمل ولا الحرفه ولا حتى انا المهم جربت شويه. انا جربت الحقيقه انا ما جربت شويه في التجاره، جربت شويه هذه، ولكن دابا غير جالسه. صعيبه عليك الحال، اللي خص دائما شي واحد يساعدك. لا اله الا الله. نعم لا انسان قريبا. نعم سي يونس. يعني اش بنقول لك، دابا حنا مكفوفين واخا هكاك، يعني ما عندناش، يعني كنحسوا براسنا يعني ما بحال ما عندناش حقوق ديالنا كاملين حقيقة. نعم اخويا ما شاء الله. ما كاينش طريقة كيفاش يعني تقرا، ما كاينش يعني مثلا شي عام شي حاجة تعمر بها وقتك، يعني ما كتلقاش. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كتلقى يعني صعوبة، كتلقى بزاف ديال الحوايج. لا إله إلا الله. كاين يعني بزاف ديال الحاجات اللي ما نقدرش نشرحهم لك كاع يعني بالكلام. لا إله إلا الله. ما نقدرش نوصلهم لك. ما شاء الله. لا. غير خذ راحتك اخويا، تكلم بكامل الحريه ديالك. هذا البرنامج هو فضاء حر للفضفضه ولطرح المشاكل. لعل شي واحد من المستمعين الافاضل اللي معنا الان يهتم بملف المكفوفين، عنده واحد الرؤيه معينه، ممكن انه يتصل بنا ويفيدنا ونكون وسطه ديال الخير للتقدم الى الامام باذن الله. اي يا اخويا الله يحفظك. الا كان يعني كاين شي حد يعني هكا يساعدنا الله يحفظه. وراه تخيل نير واحد انسان يعني مكفوف ياك. إيه؟ وعنده 22 سنه يعني ما قرا ما دار والو، كتشوف يعني راسك ما درتي والو، يعني ما حققتي والو. لا اله الا الله. كتشوف يعني راسك عندك واحد المستقبل، خصك يعني خصك تحقق شي حويجات، خصك شي حاجه يعني على كما كيقولوا على استرجاع. ما شاء الله. كتشوف يعني كاع هادشي كامل يعني ما عندك منه والو. ما شاء الله لا اله الا الله. يعني كتلقى صعوبات بزاف يعني وكما قلتي، الا كان شي حد من الصالحين يهتم كما قلتي بالملف ديالنا ضما سي كوريفان. نعم لالا. نعم بارك الله فيك. زعما زعما بقاش غنقول لك، راه ياسين يونس وصل لك كل شيء داك الشيء اللي إيه لالا. إيه لالا. ولكن زعما الانسان خصو سميتو الجمعيات، وانا ما خليت فين مشيت انا في الحسيمه، زعما ما خليت حتى بلاصه، زعما بقيت كاع البيبان كلهم تسدوا في وجهي وكلهم يعني كي
كل ما يعني مره كيقول يعني كيعطيو لك الكلمه وكيعطيو لك هذه، ولكن ما زعما الانسان خصنا حتى حنايا خصنا نقراو بطريقه البراي، خصنا فهمتي راه زعما ماشي غير انا وانتو صافي، راه زعما كاينين الناس زعما غير حنا اللي قدرنا باش نوصلوا ليكم وصافي، راه زعما الناس ضايعين بزاف. وهنا في مدينه الحسيمه دابا حنايا انا ويوسف انا ويونس كان مره كنذاكروا هكا يعني وصلوا لداكشي اللي المهم كنحسوا به حنايا هنا في مدينه الحسيمه، هو كيوصل لي داكشي راه زعما المغرب بحال بحال ماشي زعما راه كنشوفوا كلشي مدينه الحسيمه وكلشي يعني المدن كاع، راه حنا غير انا غير سي الحمد لله يعني في هذه الاذاعات سي يونس هذه الاذاعات هما اللي عرفوني عليه، وزعما انا ما عمرني تلاقيت به شخصيا، ولكن زعما غنقول لك يعني ملي كنتصلوا بعضياتنا كنشوفوا يعني حنا ضايعين بحال بحال زعما حتى حنا ما كرهتش انا عندي 34 سنه ما كرهتش حتى انا نقرا باقي نقرا يعني بطريقه البرايد ما عندي باقي عندي الخاطر ماشي الحمد لله لسه كيقرا دائما وابدا. نعم انا ما بغيتش زعما انا ما زعما انا كنقول زعما واخا تكون عندي مثلا 70 سنه انا نقدر ندير اي حاجه ماشي مشكل، المهم الانسان نفسه حنايا حنايا طموحين زعما الناس مكفوفين عندهم زعما واحد الطموح عنده واحد زعما الانسان مكفوف شنو نقول لك زعما انا كنذاكر معايا سي يونس دائما كنذاكرو ما زعما كنلقى ما نختلفش عليا والو يعني حنا شنو نقول لك يعني حتى حنا عندنا القدرات باش نعطيو لهاد البلاد باش نديرو ولكن ما كيعجبني بيك حتى شي واحد، راه حنا كنشوفو الناس اللي الناس اللي عاديين احنا زعما ما كرهناش حتى الناس اللي عاديين زعما احنا ماشي ضدهم ولا شي حاجه، راه الناس اللي عاديين يعني كيقربوا ليهم الوسائل مثلا يتعلموا ويقربوا ليهم المدارس يقربوا ليهم كل شيء، اما المكفوفين والمعاقين اللي مساكن اللي عندهم الحركه ناقصين في الحركه واللي عندهم يعني مساكن الله يحسن عوان ما كيقربوا ليهم والو، راه المهم خليه في دارك عندك المعاق خليه في دارك بحال دابا انا من 1981 أنا جديد أنا في 80 يعني وقع لي المشكل يعني ما تصابت بالمرض ما شاء الله والمهم فقدت البصر ديالي ومن 1982 وأنا في الدار يعني حتى 2001 عاد خرجت شوية من الدار كنت نتعامل قلت لك شوية بالتجارة والقراءة وشوية يعني هكا ولكن ماشي زعما شي قراءة مرة كي الجمعية مرة كتجيب لك الأستاذة مرة ما كتجيبها لكش مرة كتمشي الأستاذة ديال الإضراب مرة المهم الإنسان اللي ما كيضبط يعني ما كيضبطش الأوقات ديالو ما كي ما زعما ما تقدرش تعطي شي حاجه وما تعرفش شي حاجه زعما الحمد لله وصافي هادشي ما شاء الله ما شاء الله لله. ولكن نقول لك اخويا كريبات يا سيدي يعني تيقول لك يعني عندنا حنا جمعيات المهم انا ما كنعرفش بزاف ياك انا ولكن نقول لك الراي ديالي اي نعم يعني تيقول لك كاين يعني في المغرب جمعيات بزاف الصراحه يعني سولت كاع بزاف وتلاقيت بزاف ديال الجمعيات ولكن يعني ما كيعاونوكش كاع بشي حاجه يعني حتى الدواء داك الاخر هنا لا خصك باش تشري يعني ما كتلقاش يعني ما كاينش يعني شي جمعيات اللي كيعاونوا هكا ولا شي حاجه خاصين بالمكفوفين خاصين بالمكفوفين ولا عاد كيعاونوك بشي كيعاونوك مثلا ماديا ولا شي حاجه يعني الا خرج لك عينيه الطبيب الدواء خصك باش تشري معقول اخويا ما شاء الله ايوا كيما قلت لك الله يخلينا سيدنا و يا حتى حنا سي نعم هي لا قلت لك حتى مثلا على ذكر الدواء قال لك سي يونس قال لك المهم الدواء حتى انا ملي انا من الف انا دابا انا ما ذكرت هذا الفكر هذا المشكل اللي عندي انا اصابت بالمرض في 1999 وقيلا ما عقلتش ما شاء الله والمهم كان عندي مرض ديال النفس وكنت مره كنشري الدواء مره ما كنشريش الدواء المهم كان عندي المهم كنطيح مره كنطيح مره كنموت وسميتو وكان قلت لك المهم كنت كنخدم في التجاره كان المهم الانسان كيخدم شويه هكا شويه هكا وكيشري الدواء ديالو ولكن ما اش غنقول لك ما كاينش اللي يساعدك ما كاينش اللي يعاونك زعما يقول لك راه انت ما عندك شيء ولا تمشي للسبيطار ويقول لك مثلا انت عندك الاعاقه ما تقدريش تخدمي ولا ما تقدريش باش نعطيو لك مثلا الدواء ولا شي حاجه راه ما كاينش اللي زعما اللي اش غنقول لك الله ما يكون في عوانه وصافي لا اله الا الله لا اله الا الله اكيد اكيد ان ربما المشكل ديالكم وصل لهاد الناس كلهم كيسمعوا فينا الان نعم سي دكتور الله يجزيك بخير انا ما بغيتش نطلب منك واحد الحاجه بغيت نطلب منك رقم التليفون ايه لا مرحبا لا ان شاء الله غندوزك السطوندر يعطوه لك باذن الله تعالى ونعتبر بان النداء ديالكم هو عباره عن ماشي غير مجرد فضفضه
هذا مجرد عن مطالب ديال واحد الفئة مهمة من المجتمع اللي كتعاني من التهميش وكتعاني من الألم في صمت، تعاني في صمت. طبعا هناك بعض الجمعيات اللي كده في المغرب ديال الحمد لله كتحاول تقدم الدعم للمجموعة ديال الناس المكفوفين، ولكن كتبقى محدودة ومحدودة جدا. كاينين اللي كيستافدوا أكثر هما الأطفال الصغار، لكن المشكل هو أن المكفوف إلى بلغ أكثر من 18 سنة وما تعلمش كيبقى ضيع. الوالدين ديولو قد يكونوا فقراء، ما عندهمش يعاونوا، هو غير قادر على الإنتاج، كيحاول يندمج في المجتمع ما كيقدرش. اللي ربما كيكونوا شيئا ما محظوظين الناس اللي تمكنوا من التعليم، وصلوا البكالوريا، مشاو الجامعة، خاضوا الإجازة. كان واحد الوقت كانوا شبه محظوظين أن الدولة كتعطيهم التوظيف المباشر، لكن من بعد حتى هما ولاو كيعانيو من وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان كيطلبوا بالتوظيف. المطلوب أن المجتمع ينظر لهذه الفئة من الناس نظرة خاصة وخاصة جدا، لأنهم فلذة أكباد المجتمع. بحال واحد الأب عنده ولاده كاين واحد مجموعة ديال الأولاد اللي هما سالمين وقادرين على الإنتاج، الله يعاونهم. ولكن عندك واحد الوليد مريض أو مقهور أو مغلوب، خاصو عناية مركزة وخاصو استفادة أكثر وأكثر. أنا بالمصادفة كنت شفت واحد الجمعية ديال الاتحاد العالمي للمكفوفين، لأن هذا المشكل كيعاني منه المكفوفين المغاربة نفسه يتكرر في عدة بلاد عربية وغربية وإفريقية. قاموا بعض الناس وداروا الاتحاد العالمي للمكفوفين، اجتمعوا فيما بينهم وقالوا بأن هذا الاتحاد هو عبارة عن منظمة ليست سياسية ولا دينية ولا ربحية، وإنما الغاية منه هو التحدث باسم المكفوفين وضعاف البصر في جميع أنحاء العالم. هذا الاتحاد العالمي للمكفوفين كيضم تقريبا حوالي 180 مليون كفيف وضعيف بصر في مجموعة من الدول، عندهم مطالب كثيرة من بينها العناية الزائدة بهذه الفئة من الناس اللي كيعانيوا التهميش وكي يتألموا في صمت، وخصوصا كيطالبوا هؤلاء الناس بالعلاج، لأن التكاليف ديال العلاج كتكون غالية الثمن، ومن اللي كيمرض ما كاينش شي واحد كيقدر يعتقو، وكيطالبوا بالحقوق في التأمين في الصحة والحياة لأنه هو دائما معرض للحوادث. مجموعة من المطالب، ولكن هذا اتحاد عالمي صعيب واحد الشاب في واحد المنطقة نائية في مراكش أنه غادي يقدر يتصل بهم وأنه غادي يقدر يستفد شي حاجة. احنا المطلوب نديرو جمعيات داخلية. كنطلب من أحد السادة المستمعين اللي ربما في المنطقة ديال مراكش أو في منطقة الحسيمة تجيب فكرة ديال إنتاج أو خلق جمعية خاصة بحقوق المكفوفين. هي الحقوق والواجبات كلام يطول فيه الحديث. المطلوب هو نديرو ديزاكسيون، مجموعة عمليات تفاعلية مع هذه الفئة من أجل إنقاذهم. سنوات مضت كنا كنسمعوا بأن المكفوف كيقدر يستفد من الدولة إما من رخصة استغلال سيارة أجرة قريبة ديال الطاكسي كانوا تعطى للمكفوفين والناس اللي هما عندهم إعاقة شديدة وما يقدرش يعمل، خصوصا من اللي كيكبر، أو على الأقل الكيوسك اللي كيكونوا الأكشاك كتكون في بعض المناطق كتكون عندها واحد الهامش ديال الربح، أو عنده على الأقل واحد الرصيف ديال الجارديان ديال السيارات أو الدراجات النارية كي يتم الاستفادة منه. هاد الشيء هذا بقى كيضعف وكيقلل حتى يكاد ينعدم. الآن مجموعة ديال الشباب يتألمون في صمت. ربما الكلام ديال أخونا يونس من مراكش هذه آهات ونداء. أنا كنطلب من السادة المستمعين إلا كانوا أصحاب الأريحية وأصحاب الضمائر الحية وأصحاب المبادئ العليا إلا كانوا يتضامنوا معنا ويدخلوا معنا على الخط ويقترحوا لنا حلول ممكنة لهؤلاء الفئة. ها هو الملف مفتوح الآن، حقوق المكفوفين والمطالب ديالهم، بغينا نقدموا لهم المساعدة المطلوبة. ربما احنا كنكتفيو بالكلمات الرقيقة ديال التسكين، ولكن هو محتاج فعلا، محتاج إلى طعام، محتاج إلى لباس، محتاج إلى سكن،
وملي غادي يفكر يتزوج محتاج الى مجموعه ديال المطالب. كنتمنى هذا الملف حنا فتحناه الان وان شاء الله تعالى ندخلوا فيه مجموعه ديال المطالب ومجموعه ديال الاراء وديال الاقتراحات. وكنطلب الله تعالى انه يبعث لنا اهل الخير واهل الفضل باش نتعاونوا جميع من اجل العنايه بالمكفوفين. حنا ما بغيناش التسول، ما بغيناش العطاء العادي، بغينا نظام مؤسساتي. مؤسساتي طبعا كاين انظمه مؤسساتيه، كاين مثلا المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين كتقوم بواحد المجهود عظيم وجبار لفائده المكفوفين الصغار في مرحله التمدرس، وكنلقاوها في كل مناطق المغرب الحمد لله. ولكن اللي كبروا في السن ما كيلقاوش القدره على مواصله التعليم، وخاصهم المأوى وخاصهم اللي ياخذ بيديهم. هاد الناس هادو خصنا نتعاونوا معهم ان شاء الله تعالى. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يبعث اهل الخير لكي نجد الحلول المناسبه في القريب العاجل باذن الله تعالى. غنتحولوا من مراكش الى اكادير مع لالة عيشة. الو السلام عليكم الاخت عيشة. الاخت عيشة كانت في الانتظار ثم انقطع الخط معذرة. وكنعاود نذكروا السادة المستمعين بان ارقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع اللي هي 05 22 46 72 50 او 51 52. هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة على المجتمع، بغينا نعرفوا مشاكل المجتمع والظروف الصعبة القاسية اللي كيعانوا منها الناس، وبغينا السادة المستمعين يشاركونا في تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة. وإذا عجزنا فإننا نتوجه إلى مالك الملك، إلى صاحب الشأن جل علاه، ندعوه سبحانه وتعالى، فإنه يحب دعاءنا. الله عز وجل يحب دعاء المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نسأل الله تعالى هؤلاء المكفوفين أن يرفع مقامهم إلى أعلى عليين ويعطيهم ما كيتمنوا وزيادة، وبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما ابتلي عبد بذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله تعالى ولا حساب عليه. الانسان اللي فقد البصر ديالو قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كاينش ابتلاء اكثر من بعد ذهاب الدين من ذهاب البصر. هذه واحد الفاجعة كبيرة وكبيرة جدا. الذي يصبر ويحتسب لله تعالى ليس له جزاء الا الجنة، فانه يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. ويوم القيامة الله تعالى كيميز بواحد النعمة عظمى وهي النظر إلى وجه الله تعالى. أول ما يبصر غادي يبصر جلال الله ونور الله وكمال الله. وأنا ذاك كيفرح المؤمن ملي كيعوض الله تعالى مما ضاع له في الدنيا بتعويض عظيم في الآخرة. فكنقول كل مبتلى أبشر، فإن عندنا ما يسمى بقانون التعويض الإلهي. اللي ضاعت هنا غتلقاه لهيه. والسعيد من صبر واحتسب حتى يلقى الرصيد مضاعف عند الرحمن. فنسأل الله تعالى أن يرحم الجميع. نتحول من مراكش إلى الدار البيضاء مع الأخت زينب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا لالة زينب، مرحبا. بغيت نسولك الحاج. يا لالة، واش الاسم ديال نبية واش جائز في الاسلام ولا لا؟ نبية. نبية حيت كيقولوا باللي حرام اللي كيسمي نبية عمار. اي فعلا ده اسم غريب، ربما نبيهة نبيهة، اما نبية فلا. كاين حديث نبوي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لا نبية بعدي، لا نبية بعدي، لأن سيدنا رسول الله صح عنه في الحديث الصحيح قال لا نبي بعدي، قال لا نبي بعدي. فجت واحد المرأة اسمها سجاح بنت خويلد وادعت النبوة وقالت هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي، وادعت النبوة. هو اسم نبية لم أسمع به من قبل،
والأسماء الجميلة والواضحة والهادفة كثيرة ومتعددة، فلا داعي لهذا الاسم الذي فيه إشكال. بغيت غير نفسر لك شوية. إيه؟ دابا علاش الاسم ديال النبي؟ حيت تزادت في الليلة ديال عيد المولد النبوي، داك الشيء علاش جداتها سماتها نبية. دابا سموها، تسجلت في الحالة المدنية. في الحالة المدنية سميتها نبية. نبية، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله، الله يجعلها من الصالحات، الله يجعلها من الصالحات، مادام أن المشرفين على الحالة المدنية وافقوا على ذلك، فلأن في الحالة المدنية كيكونوا أناس عندهم خبرة ودراية في علم الأسماء. وأكيد إلا كان غير جائزة في الإسلام تقدر تبدلها. لا، ما كاينش شي حديث يقول غير جائزة أو شي آية كيقول غير جائزة، ما كاينش. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء أنها مباحة، فمدام سجلت وطبعت فتمنى على الله عز وجل، نسأل تعالى أن تكون صالحة وتكون إن شاء الله تعالى ملهمة بالخير، ويجري الله على يديها الصلاح والفلاح يا ربي يا كريم. بارك الله فيك خويا، بغيت المرة ديالك عافاك. واخا أختي زينب، أنا غنعاود نوزن ستوندار وإن شاء الله تعالى يكون خير بإذن الله تعالى. وهذه الأسماء غريبة سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. جات سجاح بنت خويلد وقالت لهم هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي، فأنا نبية، وادعت النبوة. جاء واحد آخر قال لهم أنا نبي واسمي لا، ما اسمك؟ اسمي لا. فقال لهم الحديث يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. هذو بعض الناس اللي كانوا ادعوا النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قصة أخرى. ولكن هذه البنية هذه نسأل الله تعالى أن يحفظها ويرعاها، ما دامت ولدت في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ميقات مبارك، وإن شاء الله تكون هي مباركة، تكون حاملة لكتاب الله، وتكون متفقهة في سنة رسول الله، وتكون إن شاء الله تعالى حاملة لواء رسول الله في الدعوة إلى الله في المستقبل القريب بإذن الله. نتحول من الدار البيضاء إلى مراكش مع الأخت كريمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي الحاج. حياك الله لالا كريمة. كي داير؟ بخير، مبارك عواشرك. عزك الله لالا، الله يبارك فيكم. عافاك، بغيت نسولك غير بالنسبة لهاد البنوك اللي جاو جديدة. نعم. كنا ناخذوا الكريدي وكيتسمى بحال بيع عشرة، واش حلال ولا حرام؟ إيه لا لا، هادو كتسموا البدائل الإسلامية. بدائل الإسلامية كيدير واحد الصيغة جديدة، عوض في البنوك التقليدية عندنا الفائدة البنكية، كتمشي للبنكة كتاخذ الكريدي كيفرضوا عليك 5% 7%، كتسمى هامش، كيبيع لك مال بمال. أما هاد البنوك الإسلامية ما كيبيعوش مال بمال، كيبيعوا لك بضاعة بمال، وكيكون عندهم هامش ديال الربح، لأن كيبيع لك لأجل، واحد المال ما غيتسلموش على 10 سنين. طبعا بعد 10 سنوات غتكون السومة ديال داك المنتوج ارتفعت، فهي في الظاهر جائزة. هاد الطريقة اللي كتسمى بالبدائل الإسلامية في البنوك هي أرقى ما هو موجود حاليا. مهم، أنا بغيت غير واش حلال ولا حرام. نعم، حلال، حلالا طيبة، حلالا طيبة. غير بعض العلماء قالوا واحد المنتج صغير كيكتبوا اون فرونسي في الاخر ديال الصفحه، كيقول لك مثلا في ديال العقد، كيقول لك لا قدر الله ان الانسان تعذر عليه الاذى، مثلا دوك الاقساط الشهريه خصك تادي، الا ما اديتيش ما الذي يقع؟ كيقول لك غنزيدوا عليك، مثلا في راس الشهر خصك تعطيهم مثلا 2000 درهم، انت عندك ظروف معينه الكليان ما عطاش، يقولوا غنزيدوا عليه واحد النسبه زائده. بعض العلماء قال لك هذا شرط في خلل بسيط، ولكن على العموم هي في عامتها حلالا طيبه باذن الله تعالى. وكنتمنوا على ربي سبحانه وتعالى في القريب العاجل هذه الابنات الاسلاميه تخرج للوجود وتوسع، وتكون الصومه ديالها خفيفه على المستهلك، باش يكون الاستهلاك اكثر واكثر باذن الله. صراحه ما كرهناش يجيو هاد البنوك الاسلاميه باش الناس يستافدوا، ما بقى لهم والو. دابا راهم كاينين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس الحكومه صادق عليهم وباقي ما صادقش، كيتسنى المصادقه ديال المجلس الاقتصادي الاجتماعي،
وربما هما مخلينا مفاجأة. كاين اللعبة ديال الانتخابات، متى يتم التبشير ببعض الملفات الضخمة، ربما قريبا ربما قبل الانتخابات المقبلة غيتم إصدار هذا القانون هذا، وغادي يكون فيه خير كبير للمستهلكين اللي باغين الحلال ويبعدوا من الحرام. ان شاء الله. كنشكرك بزاف صراحة، انا فرحانة بزاف حيت تواصلت معك. اكرمك الله اختي كريمة، الله يرفع المقام ديالك لالا. شكرا بزاف بزاف، اعزك الله لالا، حافظكم الله ورعاك، وكنتمنى ان شاء الله تعالى في القريب العاجل نسمعوا بشارة كريمة للأبناك الإسلامية. طبعا بلادنا بلاد الإسلام وبلاد الخير، وهذه البنوك هذه راه ما كانش في التاريخ الإسلامي الأول، لأن أيام زمان ما كانت هناك أبناك، كانوا الناس كيداخلوا الفلوس ديالهم تحت الأرض كيديروا الخزين، وملي كيموتوا كيبقاو دوك المال ضيع. الفكرة ديال البنك هي فكرة حسنة، لأن الناس عوض ما يخبوا فلوسهم في البيوت أو في المطمورة أو في شي مكان معين، وغالبا ما كانوا كيخبوها قرب الأضرحة. الأضرحة اللي كاينة في مجموعة ديال القرى النائية كيقولوا الضريح ما غيتحولش لأنه مركز في بلاصتو، ثم كيعتقدوا بأنه مبارك، فكيحسب 100 خطوة أو 100 متر على اليمين أو الشمال، وكيوضع ديك البركة اللي عنده كيردبها. يقدر يموت داك اللي وضع هاد البركة وكيبقى داك الشيء مردوم، حتى كيجيو شي فقهاء وكيقلبوا على الكنوز وكيلقوه، وكانت الاموال كتضيع. جات الفكره ديال الابناك ان الناس اللي عنده شي حاجه يحطها في البنكه ومحفوظه. من بعد ديك الابناك لقاو بان الصناديق ديالها عمرات ولات بالملايير غير محطوطه، والناس محتاجين للاستثمار، لماذا لا تعطى هذه الاموال لمن اراد ان يستثمرها؟ النظام الغربي اللي هو مشرف على الابناك ما عندوش الفكرة الإسلامية، فكان فارض ما يسمى بالفوائد البنكية، واستمرت مدة طويلة وشاعت وطمت. جاءوا العلماء والفقهاء قالوا هذا ربا، لكن الفقهاء ديالنا بقوا دائما على المنابر في الجامع كيسولوا العالم، كيسولوا واحد المؤمن كيقول لي الربا حرام، وكيبقى تما الجهد دياله. المفروض أن الفقهاء والعلماء يطالبون بإنشاء المؤسسات، لأن سهل جدا يسألك إنسان حلال أو حرام تقول حرام. المفروض هو أن الفقهاء حينما يتكتلون في جمعيات أو في مؤسسات أو في منظمات أو كما هو حاليا في المجالس العلمية عندهم صوت مسموع، وهناك يجي المطالبة بإنشاء البديل الإسلامي اللي هو أبناك إسلامية. وإن شاء الله تعالى هذا الأبناك قريبا غتلقى النور. اللي كنقولوا دائما واحد الفكرة مهمة، راه ماشي الابناك الاسلاميه غتجي غتحيد هاد الابناك اللي هي متواجده حاليا، لا هذا خطا كبير. راه هاد الابناك المتواجده راه هي اصلا اسلاميه ومسلمه، لان المدراء ديالها والمستخدمين والمستخدمات كلهم مسلمين ومعظمهم حجاج ومعمرين، والاموال اللي كاين تما ديالنا كاملين كنا حنا مسلمين. في كاين الخلل بسيط جدا، غادي نغيروا المعامله مال بمال الى معامله مال ببضاعه فقط. الحرمه هي البيع مال بمال، هو اللي فيه التحريم وعلته عند الله عز وجل، وربنا عز وجل لا يسال عما يفعل. ربنا عز وجل لما قال لنا وقالوا انما البيع مثل الربا، شكون اللي قالوا؟ اليهود، لان في المدينه المنوره كانوا اليهود عندهم الابناك، كانوا هما خاضوا هذه القضيه ديال الابناك، انتبهوا لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيجمعوا الثروات وكيعطوا الناس الديون بالفائده اضعافا مضاعفه، سماه القران الكريم الربا، ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. فكان كيعطيك 100 وياخذ منك 300، وملي ما كتقدرش تادي كيقول لك بيع لي ولدك. فنشا نظام العبوديه ونظام الاستغلال، فجاء الاسلام اراد ان يمحو هذه المعامله اللي فيها الضرر واللي فيها الأذية للإنسان، لأن الإسلام دين ديال التحرر، قام بحركة تحررية، حركة ديال المساواة وحركة ديال حقوق الإنسان، فاعتبر هذه المعاملة باطلة. اليهود جمعوا كلهم جوا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لي هالطريقة اللي قلتي ديال البيع والربا راه بحال بحال، قال لهم لا ماشي بحال بحال،
أجابهم القرآن وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقالوا يعني اليهود ديال المدينة المدورة ديال يترب اللي كانوا كيبيعوا وشريوا قالوا بحال هذه بحال هذه. قال لهم لا ماشي بحال بحال. وقال الربا حرام اللي هو بيع مال بمال، والتجارة حلال بيع مال ببضاعة. وبقاوا اليهود إلى يومنا هذا في المنتظم العالمي كنلقاو أكبر الأبناك الإسلامية فيها يهود، ذلك دينهم وذلك شأنهم. ولكن نحن كمسلمين أو باعتبارنا مسلمين خاصنا لابد نديروا الجهود المطلوبة لإنشاء أبناك إسلامية بديلة، وإن شاء الله قريبا قريبا غادي تظهر هذه الأبناك، وغتظهر في نفس الأبناك المتواجدة. يعني غتبدا ربما بشبابيك، شبابيك أن الإنسان واحد الكليان غيدخل البنكة غادي يلقى في الاستقبال ديالو واحد شاب أو واحد شاب غادي يقول لي بغيت ناخذ دين كريدي، غادي يقول لي عندك الطريقة الإسلامية والطريقة اللي هي تقليدية، الطريقة الإسلامية هالنسبة ديالها والطريقة التقليدية هالنسبة ديالها، وانت اختار ما بغيتي، بغيتي هذه بغيتي هذه، هذه هي الديمقراطية وهذه هي التعددية وهذه هي حقوق الإنسان. وبالمقابل كاينة أبناك إسلامية إسلامية محضة، كتدخل من الأول كتلقى فقط غير التعاليم الإسلامية المحضة، أن ذاك الإنسان هو مخير. المطلوب الآن هو الإكثار من هذا الأبناك. لماذا؟ باش تكون المنافسة، ولا كانت المنافسة غادي يكون إن شاء الله تعالى السومة قليلة، ذاك الدين اللي غياخذ المستهلك غادي يكون قليل. أما الآن يلا كاين بنك أو بنكين ومازال السومة شوية غالية نظرا لعدم المنافسة وغلاء المنتوج، وإن شاء الله تعالى نستبشر خيرا بأنه في القريب العاجل سوف ترى هذه المشاريع الإسلامية النور. نحن دوما نستبشر بالخير ولنقل جميعا بشرى لنا من المنى في القريب العاجل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. نواصل معكم مستمعي الأفاضل هذا البرنامج المباشر الذي هو منكم وإليكم، ونذكركم مرة ثانية بأرقامنا الهاتفية الموضوعة رهن إشارتكم، 3 خطوط هاتفية 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. معنا مكالمة من أكادير مع أم شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف داير الحاج؟ أكرمك الله لنا أم شيماء. يعني مرحبا. الله يخليك لينا. أعزك الله لله. شكرا لله على البرنامج ديالك، كان استفدت منه شحال من حاجة الله يخليك. أكرمك الله لله. عندي مشكلة الحاج، نقول لك عندي مشكلة الخالية الراجل خلالي أربعة ديالي تامة. الله أكبر الله أكبر. وباقي كل شي صغارين دابا غير كتساهم مانيت ناسين حدايا. ما خدام لا ما والو. وخلالي سكنة وكاين فيها مو وباه، وكنطلب منهم بغيتهم يتنازلوا لي على حقهم وخلوا لي وليداتي مازال ما دار معايا حتى حل، وانت ما خدامناش ما شاء الله. ومشي ما فكرتيش انكم تبقوا مجموعين شمل مجموع بعضياتكم؟ لا هو راه اذا صلحتي في حاجه غير حاجه راه بحال هكا تصلح المشاكل. وصباح دابا ملي سولت تقولوا لي ما كاع ما عرفنا حنا شكون السابق، انا ما بقيت بغيت والو في الدنيا، داكشي كلشي بغيت غير وليدي. كيقولوا لي راه الا بقات قضى لي من العمر راه كيدخلوا ولادهم، ما عرفتش داكشي فين المشاكل. ودابا جالسه غير في الدار شاده عندي البنيات باقيين جوج صغار، ودي الله عنده 10 سنين الاخر عنده 12 عام الكبير، وقاسة مقابلهم وحق الله يا دكتور يا حتى التلفاز دابا ما عندهمش واش يتفرجوا. ما شاء الله لا اله الا الله. والدار ديال من لالا ام شيماء؟ سميت الزوج ديالي. سميت الزوج ديالك هو اللي شراها ولا بناها؟ هو اللي شرا الارض هو اللي بناها، غير هما كيدوا السدوس ديالهم. الوالدين عندهم السدوس. هي فعلا عندهم السدوس. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. دابا حتى التليفون ما تيعيطوا ليا، ما تيفكروا دوك الناس ما تيقولوهاش ديك المرأة
واكله هي دوك الوليدات ولا ماشيين ولا الا درنا الهضره ممكن اليوم ندير حتى العشاء. هما طالبوك بحقهم؟ ما قالوا حتى حاجه، ولكن كان نسمع الهضره من عند الناس باش بينوا لي حاجه. انا قلت لهم لا بغا شي حاجه مرحبا يجوا يشدوها. هي باقا من الداخل كل شيء غير بريك، خلاني ساكنه غير في السول تحتاني مفتوح، وولي دروكا كارياه بشرة الاف ريال، وساكنه في فوق كارياه محلات مصوبه مش الاخر، باقي كل شيء غير بريك. جاتني تشتاق صفاتني ما عنديش الفورما ودي الماء، وكان سفيه هكاك اش غادي ندير. اللهم لك الحمد، لله وشكرنا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. وصابرة هكاك وخلنت وقاسة وطارب تعطاني هاد النعمة، الوليدات حاسنة بيهم فرحانة بيهم، ما عرفت ربي اش غيعاود ليا من هنا لقدام. يا ربي يا كريم. صابرة وزايدة في الصبر ديالي، وقيدت عليا شحال تاع المشاكل، شحال 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 عشت فيهم وصبرت وزدت مازال في الصبر، وما كنهضرش ما كنقول لاش دارني في قلبي، داكشي غير كنجمع فيه وكنردو لقلبي، ولكن كنضغط على قلبي من الداخل، كنضغط على راسي على نفسي، مرضت نفسانيا، مرضت عصبيا وهكاك، ومريضة حتى دابا حاليا، مرة كنبقى باش نشري الدواء مرة ما كنلقاش. وصابرة وقاعدة هكاك اش غادي ندير، تصابت اللي كنضرب الما الخاطر ما بقاتش عندي مع ولادي نهائيا. وصابرة وزايدة في الصبر، وما كان نعس في الليل كيجيني داكشي بدا نغوط تنفيق في الليل، ما كنعسش ما كنكمل نعاسي، ودروكا كنشد غير هاد البرنامج ديالك، ولكن بقا نتفنك ليه. الحمد لله كنوض الفجر ديالي كنصليه، كنتوكا كنصليه، عندي خوف الله كتير، ما كنغبي نتعدى على حد منظلم حد، ولكن الناس صارت تابعيني وتيهضرو. حتى بنادم كان مني هاديك الساعة كان عندي ما يدا، كانوا الناس تيجو، كانوا كاتب حتى العائلة كلشي خوا بظهر. ما شاء الله لا إله إلا الله. أم شيماء المرحوم ملي توفى واش كان خدام هو في شي عمل رسمي؟ كان عنده شي تقاعد؟ عنده شي والو؟ والو خلى لينا الله وتبارك وتعالى، كندير غير كروسه تاع الخضره ونعم بالله لا اله الا الله. وانت يا ام شيماء واش عندك شي قدره بانك تخرجي لميدان العمل وانك تكسبي القوت ديالك مع وليداتك؟ واش غنقول لك الدكتور بحال لوزينات ولا الفارم ولا داكشي ماشي ديالته، وانا غير مرا دربيشه محترمه وكاسه في الدار، ما فياش داك 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 الخفه ولا داك ديك الخفه تاع الضيقه ولا تاع برا ولا داكشي. انا من نهار الاول كنت ساعدة عليا في داري، عمر حتى الباكية تهتيت ما عرفتها شحال كدير ولا مشيت جبتها، باقا حاليا دابا ساعدة عليا في داري. شحال حاجة ما تنعرفهاش، امية ما قارياش ما فاهماش ما عارفاش، دابا يلاه كنمشي للجامع كنقرا شوية، يلاه سيرة كنمشي شوية وصافي، وكنجلس الدار ونقابل وليداتي وعندي البنات باقين صغاري، محتاج ليا ولادي حتى هما تربى فيهم واحد الخوف والتصدو، وبحال انا ربيت فيهم داك الخوف وما بقوش بغاو يفرقوني، الا خرجت غير نتسخر نجيب شي حاجه كيبقاو يغوطوا عليا ما بغوش يفرقوني، وما قدرتش نخليهم ونخرج نخدم اصلا ما كانش لي شدهم ليا، ما غاديش نخلي جوج بنيات يتشردوا ليا في الزنقه، وحتى واحد ما غادي يشدهم ليا ويتهلا فيهم كيما داير عليهم انا. وما نقولكش الدكتور على شي بنيات عطاهم ليا الله، ما شاء الله نقولك ما شاء الله عليهم، تبارك الله تبارك الله تبارك الله يا رب. يخلي وليدات كاع المستمعين، يخلي لهم وليداتهم ويخلي لهم معز عليهم يا رب، ويخلي لك صحتك من غير ترجع. وصابرة وجالسة معاهم، وكان شحال جمعية دفعت ليها ما تيعيطوش ليا ما والو، جوج جمعيات اللي دفعت ليهم ما عطيتش ليا ما والو. في أكادير؟ أش كيديروا هاد الجمعيات؟ شنو المهمة ديالهم؟ هذاك الشيء ديال المواد الغذائية، ولكن شحال وحدة وحدة شدات عندي الدوسي ديالي، اتصلت بها قبيلة قلت لها ربي إلا كاينة شي تعاونيني شوية الله يقسم الله باش نشري غير ولادي التلفازة، دابا ما عندهمش حتى فاش يتفرجوا. وسميتو قالت لي حنا داكشي دفعنا لك الدوسي ديالك، راه فيه على شحال اللي كيعيط، حنا اللي قسم الله راه غادي نعطيو لك ماشي في هذاك الشيء تاع ما شاء الله ما شاء الله. ام شيماء انقطع الخط مع ام شيماء من اكادير. اكيد هاد الحالات الاجتماعيه هي كثيره وكثيره، كنسمعوها دائما ما شاء الله. كنت غادي نسول واش الدور ديال العائله ملي كينفقدوا واحد واحد الحبيب من افراد العائله، كيبقاو الخوت كيبقاو العمام، كيكون التضامن والتكافل العائلي اولا، فكنت غادي نسول ام شيماء العمام ما هو الدور ديالهم، الخوال ما هو الدور ديالهم، واش كاين شي تضامن، اما ربما ما كاينش الاعمام ما كاينش الاخوال، ام تما مغلوبين على امرهم. على كل حال ام شيماء قلوبنا معك لاله،
وربي سبحانه وتعالى راه هو الرزاق ذو القوة المتين. إلى مثلك المنفق اللي هو زوجك الرزاق حي لا يموت. أكيد أن الله عز وجل غير قال لك سبيل في القريب العاجل بإذن الله. حنا كنا كنتمنوا أن مثل هذه الحالات نساهموا في إيجاد حلول عملية لها، ولكن الإدارة ديال البرنامج فرضت بأن تقديم المساعدات في هذا البرنامج غير ممكن باستثناء يوم الجمعة اللي كيتقدم للمرضى والمحتاجين الأدوية والعمليات الجراحية. فعلا احنا فتحنا هذا البرنامج ومجموعة ديال الناس استفدوا، ولكن الطلبات التي وردت علينا كثيرة وكثيرة جدا، لا أقول بالعشرات بل بالمئات، وخشينا أن يتحول هذا البرنامج كله إلى طلب مساعدة. على كل حال أم شيماء الحمد لله أنت امرأة مؤمنة وأنت امرأة طيبة، وربي عز وجل شرفك بهذه الوليدات، والله يرحم المرحوم اللي خلى لكم القبر ديال الحياة مستورين، وديك البركة ربما اللي عندك وها قليلة راك تنضرب مع الزمان. نسأل الله تعالى في القريب العاجل أن يفتح لك باب التيسير وباب الفرج، وأن يرزق بناتك رزقا حسنا يا ربي يا كريم. كنت حول من أكادير إلى الدار البيضاء مع الأخت فيروز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا فيروز، مرحبا بك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور قريبان، أنا كنبغي نقول لك أن الإنسان يعني يحاول يكثر من قيام الليل. أنا يعني كنسمع البرنامج ديالك تقريبا يوميا، كنسمع مشاكل الناس يعني ابتداءات كاين بعض النساء اللي الرجال ديالهم واحد السيده واحد المره سمعت اللي الزوج ديالها مبتلي بالخمر اللي كتخدم في واحد السبا هي من مكناس يمكنك يلعب. انا يعني رايي ان هذيك السيده تحاول ترجع للزوج ديالها وما تطلقش معاه، لانه يعني انسان عشت مع واحد المده وعندك معاه اربعه ديال البنيتات وهذا وابتلاه الله بالخمر خلى عليه. هذا نظري، هذا رايي انا شخصيا، يعني ما خصهاش تخلى عليه. والله سبحانه وتعالى بالدعاء يرد القدر ويرد القضاء ويرد الابتلاء. الدعاء يعني راه فيه واحد راه يعني الدعاء يعمل المعجزات. اكتشف قيام الليل، يحاول الانسان يكثر من قيام الليل. انا هكذا تعاملت مع قيام الليل، كثرت من قيام الليل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. الانسان يحاول يذكر الله في اي وقت اجبر عنده فراغ يذكر فيه الله، وذكر لا اله الا الله. كنت واحد المره هضرت معك الدكتور صعيبان يعني كثر الانسان يعني الانسان فاش غادي يهضر الا عنده وقت فارغ. يكون عندنا الوقت فارغ بزاف في اليوم، كنهضروا غير في التفاهات. نذكر الله سبحانه وتعالى، لان ذكر الله كيخليك كتسبح في واحد الملكوت، كيفرح لك البال ديالك، كيفرحوا لك وكيفتح لك العقل ديالك. والانسان يدعي مثلا يعمل دعاء ديال هذه مثلا يوميا، يبقى يقول يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ابراهيم علمني. يعني الانسان الا ما عرفش امر يكثر من هذه، يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم ابراهيم علمني. وفي الليل يحاول يقوم يفيق ما ينعش، يعني ينعش واحد ساعتين ثلاثه سوايع ويفيق يصلي في قيام الليل ويدعي الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى كينزل السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كيقول يا من كمل دكتور قريبا لان كان ركز بزاف. نعم، هل من مستغفر فاغفر له، هل من صاحب حاجه فاقضيها له، وهم من داعي استجيب له. نعم،
إذن يا خي هذه السيدة أنا كنصحها أنها تجيب هذه البنيتة ديالها وتجلسهم وتمشي عند رجلها وتقول له اسمح لي أن أنت الزوج ديالي ولدت معك هذه البنيتة اسمح لي أنا يعني تخليت عليك في الحقيقة ما خصنيش نتخلى عليك خصني نكون بجنبك هذه هي الوقيتة الدور ديالي دابا ديالي أنا وتقول البنيتة ديالها تقول لهم أنا غلطت في حق الوالد ديالكم باش حتى هما هكذا يتعاملوا مع الأزواج ديالهم لأن الخير خصو يتورث خصنا نحافظوا على احنا أمة سيدنا محمد كنصلحوا ما كنفرقوش كنصلحوا احنا كنصلحوا يعني الصالحين هما الذين يصلحون يعني بين الناس وكثير شيء بين الزوج ديالك الزوج يعني الأسرة أنا كنشوف أن الزوج راه عنده واحد المقام والزوجة عندها مقام والأبناء عندهم مقام يعني ماشي واحد الحاجة اللي هي عادية راه البيت الزوجية بيت مقدس كل واحد عنده مقام عند الله سبحانه وتعالى إذن هذيك السيدة منين غادي تفق وتبقى تعمل قيام الليل وطلب الله سبحانه وتعالى أنه هذاك الزوج ديالها يعفو عليه الله لأن علاش لأن الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله خلقه من العدم غير باش نزيد نتصل وندقق يعني أشنو بغيت نوصل الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون من العدم العدم هو لا شيء شنو هو العدم شي حاجة معدومة يعني لا شيء العدم هو لا شيء والله سبحانه وتعالى من لا شيء خلق هذا الكون يعني الله سبحانه وتعالى من لا شيء خلق كل شيء ما يمكنش شي بشر اللي من لا شيء يخلق شي حاجة بسيطة ما يمكنش ولكن الله سبحانه وتعالى من لا شيء خلق كل شيء لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير يعني الله سبحانه وتعالى قادر باش ديك السيد يرجع إنسان آخر يعني قيام الليل فيه المعجزات الله كيستجب وكيغير الإنسان من حال إلى حال وهذه تجربة عندي أنا يعني مع ناس كنعرفهم وديك شيء وديت معهم والله سبحانه وتعالى يعني حياة ديالهم تبدلت مرة يعني هاد السيدة أنا في نظري أنا شخصيا نظري رأيي أنا يعني ربما هي ما تتفقش معي ماشي مشكلة أنا كنظن أنها تعمل هكذا وهذاك السيد غادي يرجع للصواب دياله وغادي تلاحظ يعني غادي تكون عندها بحال المعجزة هي غادي تبقى تستغرب واحد البنيته البارح عاود اتصلت الاب ديالها كيلعب الكارطة وداكشي وهذا وهذا بالتالي فهي تعمل نفس الشيء لأن الله سبحانه وتعالى بحال دابا السيدة الأولى الله كيستجب للزوجة كيستجب ليها على الزوج ديالها علاش لأن احنا الصلة اللي بيناتنا هي صلة الرحمة احنا راه ما كاينش صلة شي صلة بيناتنا من غير الرحمة الله سبحانه وتعالى كيقول لك صلة الرحم يعني خصنا نرحموا بعضيتنا كثير شيء في الأسرة في الأسرة يعني هذيك البنيتة هي تعمل نفس الشيء تدعي الأب ديالها هكذا وتكثر من قيام الليل وتبقى تدعي وغادي تشوف هذيك الوليدة غادي تتغير هذه أكيد أنا متأكدة منها عاود واحد شكون عاود الأخت أم شيماء من أكادير كتقول بأن الزوج ديالها توفى خلى لها بنيات تقطع بها الحبل ما كاينش اللي يعاونها هاد السيدة هاد السيدة بحال دابا إنسان أنا في نظري اللي ما عندوش يعني الماديات وما عندوش وما يمكنش تمشي تخدم في بلاصة أخرى ولا شي حاجة تجيب يعني الناس تخدم لهم ديك الشيء اللي غادي يخدموا في البيت ديالهم تخدم لهم هي في الدار ديالها
أو مثلا تعمل شي حاجة عادية مثلا تكفل ب الناس يعني كتعرف شي حوايج اليوم بالضبط مثلا الناس غادي يقوموا بشي واجبات اللي كيقوموا بها هما تقول لهم انا عطيوني المواد عطيوني كل شيء وانا في داري نصوب لكم ديك الشيء اللي خصكم فهمتي كاين شي حوايج اخرين حنا كنعرفوهم حنا مغاربه يعني بالضبط انا نتكفل لك بهادي وتقدر مثلا تاخذ 10 د الناس او لا 20 وتخدم لهم داك الشيء البسيط اللي كيتخدم وغادي يخلصوها بحال هكذا الانسان كيكون عنده واحد المدخول يعني عمل في البيت بيتوتي نعم يعني بحال داك السيد عاود لي البارح كان يعني عنده مشكل في رجلو هذيك الشيء فهو يقدر يعمل بحال دابا بحال هذه الاعمال بحال هكذا بلا ما يخدم عند شي حد يمشي مثلا المخبزات يمشي المخبزات ياخذ واحد خمسه ولا سته المخبزات يبقى يتعامل معاهم كاين شي حوايج اللي هما بزاف وكيعملهم انسان وفيهم مدخول مخبزه مش مثلا الحلويات اللي هما غاليين داك الشيء ولكن حوايج اخرين حنا كناكلوهم مغاربه استهلاكيين بزاف ويخدمهم ويبيعهم ديريكتومون يعني مباشره للمخبزات ويتخلص ديك الساعه غادي يكون عنده واحد 200 ولا 300 درهم هذه يعني انا متاكده منها وبلا ما يخدم عند شي حد وغيكون عنده واحد العمل اللي هو يومي يعني علاش الرجال يقدروا يعملوا بحال هاد الانسان الله سبحانه وتعالى كيقول لك يحب العبد المحترف ويكره العبد البطال عرفتي شنو هو المحترف المحترف هو بعد بحال حنا بالفرونسي كنقول البروفيسيونيل لو بروفيسيونيل هو هذاك الانسان اللي كيخدم اي عمل حتى كيفي كيخدمه ان جوكر كيكون بحال الجوكر كيخدم كل شيء كيخدم كل شيء كل شيء كيخدمه ما عندوش مشكل المهم هو خصو خلق ولكن ام شيماء كتقول لك بانها امراه بيوتيه انها كانت مسكينه ما كتعرف والو في البيت ديالها علاش هي عندها الجيران ديالها كتعرف الناس نعم كتعرف الناس ما يمكنش الانسان ما كيعرفش الجيران ديالو ما كيعرفش في العائله ما كيعرفش ما يمكنش الانسان لابد كيعرف الناس غير هذاك الجيران الانسان يتعامل غير مع الناس اللي كيعرف فهمتي اللي كيثقوا فيه وكيعرفوه وغادي يعني بحال هكذا وبشويه شويه يعني انسان انت كتعامل مع هذا غيجيب لك واحد اخر ربما هي ما تعلمت لا طبخ لا خفصاله لا خياطه لا ماشي مهم الانسان يعني انا ما كنقصدش بها الطبخ ولا الخفصاله ولا هذا راه كاين شي حوايج اللي هما بزاف هي دابا غادي تفهمني اشنو هما يعني شي حوايج اللي هما بزاف من غير الخياطه من غير هذا الانسان شي حوايج اللي هما بزاف كناكلو بهم الطعام كناكلو بهم يعني هادو مسائل الانسان يتكفل بهم يصوبهم هو ويخلصون لابد انسان غادي يعطيك شي حاجه ما يمكنش انسان ما غادي يعطيك والو ما يمكنش والانسان في الاول سنه يعني عادي انه ما غاديش يكون عنده واحد المدخول كثير ولكن من بعد يومين ثلاث ايام من ايام كتزاد وحاجه يعني كتكبر بشويه ومن بعد صافي كتولي عندك عمل عادي في دارك مقابله وليداتك وخدامه وصافي والحل المشكل كيتحل يعني راه الله سبحانه وتعالى قال لك العمل قبل من الصلاة العمل عبادة قبل من الصلاة عاد كيجي في المرحلة الثانية الصلاة والذكر وقيام الليل ولكن تبدا بالعمل يعني الإنسان خصو يكون الطعام اللي كياكل خصو يكون هو من المال ديالو سواء أنثى أو ذكر خصو يكون من المال ديالو هذه هي احنا هكذا احنا هكذا يعني الأمة ديال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتخدم على زوجة الرسول اللي كانت كتعمل التجارة نعم كمل لي الدكتور كريم خديجة بنت خويلد نعم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني كتعمل التجارة هذا رمز عرفتي هذا رمز لان راه كاينين رموز خصنا حنا نردوا لهم البال يعني هذا رمز ان امه
سيدنا محمد الزوجات ديالهم خاصها تكون كتعمل. هذا رمز. يعني خصنا احنا نرد البال لهذا، لان الله سبحانه وتعالى راه هضر معنا بالرموز. نعم راه هضر معنا مباشره وهضر معنا بالرموز، يعني خاطبنا بعده اساليب. خصنا احنا نحاولوا نعاوب هذه الاساليب، نحاولوا نستدركوها. يعني الانسان يقدر في بيته ويعمل ويكون عنده مدخول بسيط، عمل بسيط وفيه هذيك العمل البسيط هو اللي فيه المدخول. سبحان الله. هذيك الاعمال البسيطه اللي حنا كتبان لنا عاديه هي اللي فيها المداخل. سبحان الله. انا داك المهم هذاك المره فاش قلت لك هذاك واحد السيد صديق ديالي يعني كي عنده مدخول ديال 10000 درهم 10000 درهم في النهار، يعني راه ماشي مبالغه. هو عنده واحد المنتوج كيربح فيه 100 درهم ياك، عنده منتوج كيربح فيه هو 100 درهم في المنتوج. دونك هو شنو يعمل؟ حاول يعمل على 100 واحد في النهار خصو يكون عنده. نعم. يبيع له ذاك المنتوج باش يربح فيه 100 درهم. كيخدم يعني الانسان خصو يخدم خصو يكون كيطير. راه هكذا الحياه. حنا نخدموا العمل هذاك الشيء علاش الانسان مخصوش يضيع وقته في الهضره وفي النميمه وفي هذا. ذاك المره فاش قلت لك النميمه الانسان اذا كان كينم من حدايا نقول له نوض من حدايا ما تنممش حدايا. علاش؟ لان النميمه شنو كتعمل؟ النميمه الانسان كيبدا يفرز واحد الانسان اذا كان كينم من حداك ولا بديتي كتنمم كتبدا تخرج منك الزيت ديالك كتفرز واحد الماده سامه وكتلصق ديك الماده كتعادي. يعني الانسان اللي كينمم الا رديتي البال لك انت كتقول شي حد كينمم كتولي تنمم. ما شاء الله. وهكذا في الكسل، عاود الكسل الانسان كيبقى كسول كتولي فيه واحد الخلايا ديال الخمول والكسل، وديك الخلايا شنو كتجيب؟ كتجيب الاكتئاب وكتجيب الخوف وكتجيب لا هذا الشيء ما كايناش شي وصفه كتباع مثلا في لافارم في الصيدليه او لا شي وصفه كتباع في السوق ناكلوها باش يتزول هذا الخمول وهذا الكسل. لا هذا الشيء حنا كنزولوه. الحياه صعيبه، الحياه ماشي سهله، الحياه شاقه. خاص الانسان يعمل باش يتحدى المصاعب ديال الحياه. لا في والعمل انت اللي كتقول. نعم. بالنسبه لذوك الناس المكفوفين اللي سمعناهم قبيله، جوج شباب مكفوفين كيعيشوا في المنطقه في هذه المدينه. هذاك الناس بحال دابا منين تسمى يعني منطقه يعني بعيده وهذا، يحاول الانسان يتعلم الحكايات. نعم. يتعلم الحكم، يمشي يسول على الحكم وعلى الحكايات وداك الشيء ويعاود للناس الحكم. نعم. فهمت؟ يبقى يجمع الناس واحد المجموعه او نط او يعني في انتظار يجبر واحد الحل اخر. يعني نتعلم الحكم، نتعلم الحكايات، نتعلم قصص الانبياء، نتعلم نعمر يعني نعم الراس ديالو ربما يمشي حتى بمعلومات ونجمع الناس ونحكي لهم. والناس يعني تما كاين الناس يعني اللي ما يعني ما قاريين شحال من حاجه ما عارفينهاش، وناخذ واحد المقابل بسيط. نعم. من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا 50 واحد 100 واحد راه فيها فلوس ماشي ما فيها والو. فهمتي؟ والانسان هكذا كيمشي الامور ديالو، لان دائما كاين يعني الله سبحانه الرحمه الله دائما كاينه. دائما في اي مكان وفي اي زمان وفي اي واخا تكون المصاعب واخا يكون ما عرفتش اشنو كاينه الرحمه، لان كاين الله. لا اله الا الله. الله الله راه كاين داير بنا حيط بنا الله، يعني يعني الله سبحانه وتعالى ما كينعس ما كتجيه شي فهته، يعني حاضيك مقابلك. واش الله منين كاين؟ انا عاد مازال تبان لي الصعوبات؟ لا نتحدى الصعوبات نفتش على الحلول. عرفتي الدماغ ديال الانسان؟ نعم. علميا اكتشفوا ان الدماغ ياك شتي الدماغ المخ كيفاش مجموع. نعم. ياك الدماغ ديال الانسان اكتشفوا علميا ان منين كينفخوا الحجم ديالو قد الكره الارضيه. والحجم ديال العقل ديالي قد هكذا وما نفكرش في الحل. ما يمكنش. لا خاصها تكون عندي العزيمه
قويه ويكون عندي الاراده وتكون عندي الرغبه ويكون عندي روح التحدي. نتحدى المصاعب، المصاعب باش تتحدى بالعمل، واي عمل اي عمل. لا اله الا الله. انت نعمل عمليه حسابيه، هاد الناس اللي بقاو مثلا كيحكيو للناس بحال هكذا حكام وهذا، راه الا خديتي مثلا 100 ديال الناس، الا خديتي غير جوج دراهم من عند واحد راه 200 درهم مخيره. ايه نمشي 100 ديال الناس هنا ونمشي بلاصه اخرى ثاني 100 ديال الناس في بلاصه اخرى 200 درهم زائد 200 درهم عندي 400 درهم مخيره. علاش؟ يعني راه خص الانسان يغير الحياه ديالو، يقول انا خصني نولي نكون كانطير صافي. هادشي اللي كاين، والانسان كيتحدى المصاعب، وهي الحياه غاديه بحال هكذا. زائد الذكر، الذكر الذكر، ملي نكون جالس ما عندي ما نعمل نذكر الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله، نكثر من ذكر الله، ونفيق ونعمل قيام الليل وندعي لله سبحانه وتعالى. عرفتي قيام الليل من بعد كيوليو معجزات، انسان يعني كيولي يعيش كيولي يشوف معجزات. عرفتي كتولي كيجي شي حد كيفيقك باش تعمل قيام، وقت ديال قيام الليل كتحس بشي حد كيجي كيفيقك وكتعمل قيام الليل، وكتولي عوض تنعس، كتولي ديك الساعه كتجيك وكيجيوك كيجيوك يعني رسائل، كيجيوك يعني آيات قرآن، كتولي تعيش في عالم آخر، كيولي يجيك واحد العلم من عند الله سبحانه وتعالى. أنا ماشي هاد الحياة حنا دابا بزاف الناس غالطين، كاين ما كيذكرش الله نهائيا، ما كيصليش، ما كيعملش قيام الليل، ما كيصليش الفجر، كاين اللي عاملة الحجاب وعاملة كل شيء وما كتصليش الفجر. علاش وما كتعملش قيام الليل؟ علاش؟ لا، الدين ديالنا حنا ماشي اللباس، الدين ديالنا حنا الفعل، الفعل. نفيق انا نعس، نفيق حسن لي من نعس، نفيق غادي انا في ضيافة الرحمن غادي نمشي، نمشي عند الله سبحانه وتعالى نسجد له وندعي له. علاش نبقى ناس؟ علاش نبقى ناسة؟ سيرو والله سبحانه وتعالى كتولي ما كتنعسش. انا واحد الوقيته ما بقيتش كنعس نهائيا، ملي كنعمل غير قيام الليل ولات عندي واحد الطاقه كنتعجب فيها. انا ما كنعسش وكنخدم وكنعيش الحياه اليوميه ديالي عاديه احسن من كنت كنعس. انا ذاك المره قلت لك الدكتور قريبان، راه حنا عندنا دابا بحال الانسان ملي ما كيعملش هادشي كيكون عنده واحد الجهاز ديالو، الجسم ديالو معطل، من بعد عاد الجسم ديالك كياخذ داك البرمجه ديالو. سبحان الله. صحيحه. اذا الانسان خصو يوعى بهذا الشيء، راه حان الوقت باش نوعاو بهذا الشيء، هذه هي الوقيته. صافي، ما بقاش عندنا مازال الوقت فين نضيعوه ونبقاو كنبكي ونبقاو الله سبحانه وتعالى كاين وحنا كنبكيو. سبحان الله. لا، نبكي الله سبحانه وتعالى، نفيق قيام الليل ونبكي الله ونشوف الحلول ونعمل. كلشي يعمل، ما يبقاش شي واحد جالس، ما ملي راجلها خدام خدم انا في البيت ونساعد الزوج ديالي وهذيك الصالير ديالو نخليوها ابارد، نخليوها في واحد الجانب، نعملوا بها حاجه اخرى. وليداتنا ملي يكبروا مثلا يوصلوا ل 18 سنه ولا هذا يجبروا واحد الرصيد ديال المال. انا كنظن انا في رايي ميم في 12 سنه نعملوا وليداتنا التجاره، كيقراو كيعملوا التجاره في نفس الوقت، كيتلاقاو مع صحابهم كيقراو معاهم وهذا ويبيعوا لهم غير شي حاجات اللي هي بسيطه، غير الادوات المدرسيه، ويكون عنده واحد رصيد يوصل الانسان 18 سنه 20 سنه ويتزوج، ديك الساعه يتزوج ويمشي يعمل البيت ديالو. دابا هذه هي المشاكل اللي كتبقى، الانسان كيبقى غير كيقري في ولادو هذا وهذا، والولد ما كيعرف والو، وعلاش الولاد ما يسبحوش حتى هما 12 سنة 10 سنين يذكر الله ويصلي ويعمل قيام الليل ويعيش كيف ما بغى. ما نحرمو من حتى شي حاجة، ما نحرمو لا من أنا هذا رأيي الشخصي، ما نحرمو لا من الموسيقى، ما نحرمو لا من الهواية، ما حتى شي حاجة.
والإنسان يقرأ وفي نفس الوقت يعمل تجارة وفلوس عندنا وما تغلبناش الحياة. وصلنا ل 18 سنة 20 سنة نتزوجوا، واش حنا دابا كاين اللي عنده 30 سنة مازال ما تزوجش؟ علاش؟ كاين وقت 45 سنة وباقي باقي لا شي الحل بيدنا حنا. اي انسان مسؤول على نفسه خصو ما يبقاش يضيع وقته، خصو يعمل الحل. شكرا لك لاله فيروز، كلامك الحمد لله في رسائل متعددة، في توجيهات، في ارشادات، وفيه غيرة وفيه حماس. ملخصه ان الانسان يحاول ما امكن يكون ايجابي في الحياة عوض ان يبكي على مصيره ويبكي على مستقبله ويبكي على حظه التعيس، انه يشمر على ساعديه ويستيقظ مبكرا ويجدد حياته ويتزاحم في سوق الحياة، يجد له مقعدا ومكانا بين الخلق ويستعين بالله تعالى. وأكيد أن الله عز وجل سوف يجعل لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا. نستمع إلى المنفرجة، فالله عز وجل قادر أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويلهمنا الصواب والقدرات على التفكير وحسن التدبير. نبقى مع المنفرجة ونعود إلى مستمعي الأفاضل. أوشكنا على نهاية حلقة اليوم، ومسك الختام أن نرفع أكف الضراع إلى الله جل علاه بالدعاء، لعل تكون هذه الساعة ساعة فرج، فالله جل علاه يسمعنا ويرانا وخزائنه ملأى لا تنفد. وهو القائل في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلنقل جميعا بقلوب خاشعة وعيون دامعة: سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، يا ودود يا ودود، يا ذو العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بخطايانا، اللهم لا تحجب علينا الأرزاق بسوء تصرفاتنا، اللهم افتح علينا فتحا مبينا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، ونسألك بركة في العمر، ونسألك صحة في الجسد، ونسألك سعة في الرزق، ونسألك توبة قبل الموت، ونسألك شهادة عند الموت، ونسألك مغفرة بعد الموت، ونسألك عفوا عند الحساب، ونسألك أمانا من العذاب، ونسألك نصيبا من الجنة.
اللهم ارزقنا إلى النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغن منا كل فقير، اللهم اغن منا كل فقير، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتذى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ربنا عبادك المستضعفين قد ضاقت بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب وبعدوا عن جادة الصواب، اللهم إن الهم والغم والاكتئاب قد أحاط بنا من كل باب، انقضت أعمارنا ولم يفتح لنا فسيح مناهل الصف والقربات، اللهم أنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب، ربنا لا تحجب دعوتنا، ربنا لا ترد مسألتنا، ربنا لا تدعنا بحسرتنا، ربنا لا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، ربنا ارحم عجزنا، ربنا قد ضاق صدرنا وتاه فكرنا وتحيرنا في أمرنا، ربنا أنت العالم سبحانك بسرنا وجهرنا، ربنا أنت المالك لدفعنا وضرنا، ربنا أنت القادر على تفريج كربنا، ربنا أنت القادر على تيسير عسرنا، ربنا أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين، ربنا ارحم تضرعنا بين يديك، ربنا قومنا إذا عوججنا، ربنا كن لنا ولا تكن علينا، ربنا يا غفور يا رحيم نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، ربنا لا تردنا خائبين، ربنا آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، ربنا لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ربنا لا تردنا ضالين ولا مضلين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا إلى يوم الدين، ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ربنا أكرمنا ولا ترد وجهك عنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين أنت ربنا، أنت ربنا ونحن عبادك المستضعفين.